حبيبي خالد، مبلا شفت الستوري كله عجيب، هالعشيات وهالسجن اللي رحتوا له واربع مرات غدوا. حبيبي الله يجزاك خير يا ابو محمد، بيض الله وجهك، ما قصرت على هالتغطية الحلوة الجميلة صراحة، شجعتنا ان نجي هالمنطقة هذه. ان شاء الله اذا الله احيانا بجي هالمنطقة واصور لك سناب. ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء حلو وثاني قريب وناسه مبين عليها. والله يبارك لك ويرحم والديك. بس هذا الرجال ليش كله ينام وليه؟ سبحان الله، هو اسمه ابراهيم توفيق ده يا اخي، لا تنام يا ابراهيم تكفى. واحد ينام مبطل حلجه وش ذا. الله يوفقك ويستر عليك، الله يوفقكم يا رب. خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بخصوص الحرارات امهات البناجر اللي الاول قلت لكم في عمان، ليه في عمان ابوي وقفن لحد يسير المكان، المكان ابوي ترى وايدين يتعنوا من شرق ومن غرب ويلقطون ما شيء. يقولوا لي خالد نحن سرنا وما لقطنا، لحد يسير لانه ما شيء. اللي في عمان وقفن، اذا حد منكم يدل المكان موجود موجودات عنده الحرارات يخبرنا اساس نحط عنوان المكان اللي ورقم تليفونهم علشان نتواصل ويا المحل ونعرف ان اكيد موجودات عندهم على ضوءه. بنحط العنوان للعرب عسى تستفيد تروح تلقط وين موجوده، بدل ما تجلس تهوم في المحلات والاسواق يدوروا من مكان لمكان. حاليا اللي خبرنا عن وقلنا في عمان موجود عندهم، عمان ابوي قالوا ما حن وعبرن عنه الحرارات امهات البناجر اللي هن امهات الشوش الذهبيات اللي قبل خبرناكم عنهن، ما حد عنده منهن. الخاص ابوي مفتوح قيض وشتاء ليل بنهار، لحد يقول ابوي الخاص مسكر، الخاص مفتوح ليل بنهار، اتلقى الرسائل وارد على كل الرسائل بقيس اللي الله بمقدرتي باللي الله مقدرني تراني ارد. النداء ابوي عينكم، ابوي منخصب، منخصب الفنان، منخصب اللي ماشي شراته من محافظة مسندم، من روس ليبالي. هي نعم من روس ليبال، هاي يوم يقول لك حبيبي قيض روس ليبال، هذه هي روس ليبال. الرادات شيء شختر شيء شرق وشيء غرب، ومرة مشاهد الفرضة ما يبال هرمسة. عرس استوى اليوم، عرس يشار له بالبنان، حضروه كل هالعرب غير نحن طارت أعماركم. نحن كنا في جولة والليايين الداعي وما رمنا نحضر، والجماعة كلهم حضروا وطرشوا لنا بلقطات، واللقطات اللي بتشوفونها هي من العادات والتقاليد اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في جدة روس ليبال وجدة راس الخيمة وجدة مسندم في سلطنة عمان الحبيبة. ترى العادات والتقاليد متقاربة، تكاد أن تكون 100% نفس العادات والتقاليد، في رابط مشترك أسري ونسب بني عم وعيال خال، فلذلك تلقط ما شيء بيت يخلو من نسب هالعمان بينه وبينهم، الله العالم والله الشاهد. فلذلك تلقط العادات والتقاليد متقاربة في اللبس والكلام والهندام والسير واليي وطريقة الفراش وطريقة في كل شيء، في كل شيء. فنحن شعب واحد وبلاد واحدة، دولة الإمارات وسلطنة عمان الحبيبة، الله لا فرق بيننا، ويعلى الله يحفظ عمان حكومة وشعبا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين.
اليوم جاءنا ما يلي: سوق الراس في دبي. يقولون في أكثر من محل موجودات سوق الراس في دبي. سوق الراس في دبي موجودات اللونين الذهبي والفضي، الحرارات أمهات البناجر أمهات الشوك، موجودات أبوي في سوق الراس في دبي بأكثر من محل، اللون الفضي واللون الذهبي. الحاضر يعلم الغايب، ويزاكم الله خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير ونور وسرور، صباحكم أبوي هل بالبوانيش، صباحكم بركة حليل سلم، صباحكم أبوي خير من هالأرض الطيبة، من مشاهد هالناس الفنانين هل بالفن وهل بالطرب وهل بالأصالة وهل بالكرم وهل باليود وهل بالمعنى وهل بالأخلاق الحميدة، والناس الياويل حافظ عليكم هالعمان. نحن الأول تحرى اللي يون شرق وغرب هم الطيبين الفنانين اللي يصيروا الإنسان من يظهر من بلاده ابتدى يلطف لسانه، يغير هالعمان لطفاء داخل بلادهم وخارج بلادهم. غير غير هالعمان قايلينكم غير غير ما شاء الله عليهم. شو هالعمان وهل البحرين بالذات فيهم خصلة، من يخطف عدالك اللادمي سلم، يوم بتقول حق حد في المناطق اللي من غير يعني بلاك ما تسلم يوم تخطف على العرب، قال ما أعرفهم، حد يسلم على حد ما يعرفه؟ هي بوي يسلمون على اللي ما يعرفونهم، منو قال لك ما يسلمون؟ يسلمون، أي يسلم أكثر تؤجر على اللي ما تعرفه، يوم بتسلم عليه هو اللي بتحصل لك الأجر. تخطف على العرب ما تسلم عليهم؟ يعني بو لو روبالي أبوك بتسلم عليهم، لو جايين من آخر الدنيا بعد بتسلم عليهم، لو من غير مله بسلام عليكم بسلام بويه الله، خذوا زين على زين، ما خذوا ولا أنت يومك تحصل أجر أكثر، والله أنت بعد غير محب من العرب، والله ما أعرفهم ليش أسلم عليهم؟ يوم ما بتسلم عاد هازن عمرك، شيء وزن فيك، شيء زاد فيك من الوزن، ما زاد شيء فيك من الوزن. حد من العرب البيعاري ترى بيعاري ما شيء فيه فايدة. أقول لكم صدق رمسته عن عمان عن هالبحرين فيهم خصلة مش موجودة عند أي حد في الدنيا العودة، خطف عليك ساير ولا جاي لو يخطف عليك كل يوم 100 ودي لا بد من السلام. ها كلها يسمها صغارة نفس وطيب وأخلاق. هي والله حافظ عليهم المرأة. أقول لكم بنرمس خلاف هذا حاط ريلة متشب بريلة على ويه الثلاجة، جاي بودام وغطات الثلاجة خربانة ويكفخ فيها الهواء، كفخ فيها الهواء طارت القطة مع التيار وهو يمشي، فلذلك القطة متشب بريوله على 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 الويه الثلاجة. شوف حليل هالريال هذا يلفح، هذا شيء بلا لخربان المكينة ولا ما تظهر ماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم رابس على إجلي سنة شوف سلام حبيبي، شو أكل اليوم هذا؟ أنت هذا واحد؟ واحد. يا سلام يا سلام، رابس على إجلي سنة مجلس شوف شاي قهوة خلص الحين ودي. سلام حبيبي شحالك؟ تاو مو زي بمينو زي فوق الحين شحالك؟ خير زين تمام. اليوم انت وين روح؟ مطار. مطار؟ ليش روح مطار؟ بديه ماما بدريه يجي. يا سلام الحين روح شوي بعد صح؟ ايه. يا سلام سوي سلم على اخوه. ايوه شوف عمي سلاكل هذا، شوف هنا في شجر اثنين متروس بركاته. سلامات سلامات شحالك؟ عجي شحالك؟ كيف صحة؟ اليوم إن شاء الله بتروح بلاد؟ إن شاء الله بروح ساعة ثلاثة. أيوة إن شاء الله إن شاء الله أنا وصلاة يجي إن شاء الله. خلاص بسيط. أيوة. يلا خلص إن شاء الله الله يسلم. اليوم تروح ها؟ بين وين ولا توصل بالسلامه؟ ما انا هو ما انا زين تقول لي توصل بالسلامه.
ثلاثة ريال صبح بيجي قول سوين صلاة سوي سلم أنا أروح أبو دبي. أرباب ملانا وصليني من المجلس الحين شرب قهوة أو شاي. بيت من منو هذا؟ بيت أبو حيز. منو صلاة حبيبي بيت؟ سعيد يا سلام. شيخ أرباب من الشيخ. شوف مساسة. شوف شرب دعوة. وبعدين شاي وبعدين كلام قرقر خلص مغرب بعدين تروح هناك بيت ابو حيز هذا نعم أرباب ملانا وصليني من المجلس الحين شرب قهوة أو شاي بيت من منو هذا؟ بيت أبو حيز منو صلاة حبيبي بيت؟ سعيد يا سلام شيخ أرباب من الشيخ شوف مساسة شوف شرب دعوة وبعدين شاي وبعدين كلام قرقر خلص مغرب بعدين تروح هناك بيت ابو حيز هذا نعم السلام عليكم صباح الخير بوسه يلا كيف حالك؟ ناق منك نقمة ها؟ شلكم انتو؟ ان ابوي مدرنا من امس العصر حين تو وياي ماشي مدرنكم 24 ساعة نفكركم رقود والله العظيم ان نفكركم رقود الله نرقد ولا حينك انت شوف فطرش المسل تقول يلا على يلوس تعال وييكم والله العظيم والله يا ابوي انا تام اونلاين ويا الانترنت لسه ارقد وليش ارقد وليش والله العظيم اني ارقد وليش نام واحد ونص في الليل يا ست بربر بربر وكيف تطلع لساني وانا راقد؟ ايش يطلعون خش وقت؟ انا مطلع لنا لسانك انت روح تطلع لنا يقبلها عند الله الناس كلها ابوينا شاب ياسين ترى يقولون الغرب نحن ابوي تونا ظاهرين 9 و10 دقائق 9 و5 دقائق نحن المفروض نكون خارج الساعة 9 تأخرنا 5 دقائق بالضبط نفاف حلو الجو حلو يومية النفاف في نص هالهبال بهالدنيا يا سلام سلم والله فندق شرح كان تبغون الصدق فندق شرح لا مكبرة اللوز مغنيالي اللوز وخليل ما شاء الله هي نفاف والله ابراهيم الحمد لله اغلبية السكان كلهم انجليز مستواه بتوين فور ستار الفندق مستواه 4 نجوم الفندق مستواه 4 نجوم الفندق فل هذاك الرجال ما يدرى بمنو صباح الخير اقول في خاطري هالرجال منو هالفنان ياك صاير تعرس انت صباح الخير اول شيء يسعد صباحك يا ابو محمد في هذه الاجواء الطيبه والرومانسيه ما شاء الله نحن طال عمرك وجهتنا للمناطق الجبليه الحين من خصاب لين ناخذ نوصل سلسفر الخالديه ومن هلسي والى جبل خنزور ان شاء الله تعالى راح نرويك هالك المناطق الجبليه وهالك الطبيعه وهالك الاماكن ان شاء الله راح تتشوف ان شاء الله تتنظر شيء زين ان شاء الله تعالى الله يسلمك يا اهلا وسهلا الله يسلمك يا حبيبي تعرف هالريال منو؟ ايه المعروف ترى اللي عازل عمره هناك يعني كانك واحد جاي خاطف على الطريق يعني قاعد تصور وياه نحن بالضبط منو بيشلنا؟ والله بيشلك انا وفي سياره سفر سياحه زين سياره سفر سياحه موفرين لنا سيارتين زين نحن ما نبي سياير وايد نحن على ما نحن ثلاث انفار انا نحن حدوي انا وانتم منو؟
انا وانت وابراهيم ابراهيم وتوفيق وتوفيق والمهندس والمهندس هي. وفي عندنا سيارتين وسايقين خاصين في الشركه شركه السفر والسياحه زين. هل نحب نحتاج لها الشركه يعني؟ هذا الشيء راجع لك طال عمرك تبي توفى ناخذ سيارتين او سياره هذا الشيء يرجع لك ما بنحتاج. ليش اسطول اللي تشوفه الاسطول هذا طال عمرك الشركه هي اللي موفره على اساس بتجولك في هذه المناطق الجبليه. انت شو تشوف؟ هل بنحتاج نحن سيارتين ولا بتسدنا سياره؟ اعطي الراي لك انت. انت صح. انا ما انا ما شديت هالبقعه. انت قرر. هل السياره الثانيه هاي تحب يركب منا فيها؟ اذا بنتوزع نحن انا ليش نتوزع؟ نحن بين الجمعه. اللي يريحك يا ابو محمد. ها ابراهيم شو رايك؟ اللي يريحك اللي تشوفه. شعورك وهداية الله يا ابو محمد. سياره واحده؟ سياره واحده احسن. ابو ابراهيم شو؟ سيارتين. لازم ابوي خالف تعرف ليش سيارتين ان شاء الله. يلا توكل على السياره واحده. شيء شراته الفندق اتانا مسندم وهذا اللي نحن فيه اتانا خصب. هذاك شكله اتوقع هذا اتانا مسندم. اي ها هذا اتانا خصب هذا اتانا مسندم والثاني اتانا خصب. دخلوا عليهن اونلاين بتشوفون كل ما هو جميل فيهن. الفندق في منتهى الروعة وجميل ووايد فنان وحين عندهم الله يحفظكم. السلام عليكم براي تظهرين ولا ما تظهرين؟ انزين ما عليه. شو بتروي شو عندكم؟ محل تراثي وفي أشغال يدوية تراثية احنا شغالين نعم. عليها وندخل عليها دورات نشتغل فيهم ما شاء الله. ومعنا الجروز ليروز اللي هن هاي تابع ومحافظة مسندم وفي أشكال. هل أنا ليروز هذا شيء يرز يختلف عن الثاني من ما بلا من الشكل تعدد الأشكال هاي لها معاني ولا بلا كل واحد منه يختلف عن الثاني صح كيف شو السبب؟ تقريبا الفضة اللي فوق يختلف الشكل طريقة النقش يعني هي طريقة النقش وبيكون طبعا اختلاف في نوع الخشب أحيانا هذا الاختلاف. بارك الله فيك. انتو تابعين لمنو؟ تابعين المحل هذا يعني منو علمكم طريقة الحرفنة هذه كيف تسوون المداخن كيف تسوون المتشاب كيف طريقة الفينيشنج هذه الفينيشنج هذه هل انتو شارين المعدات هاي ولا روح كنت تشتغلين عليها؟ لا احنا مجموعة بنات نشتغل عليهم بروحنا. الله يوفقكم ان شاء الله. هذا اللي بياخذ مثلا شيء من عبق البلد ومن تاريخها ومن تراثها المتشاب السراريل المشب هذا اللي تشوفونه هذا هذا يوم يشوفون حد يد عوده قالوا عنبوه بسم الله عنبوه يكتك فوب الانسان اللي يد عوده شف يديه كبير وصفه شيء عاد مشاب كبار وشيء مشاب صغار وشيء ملونات وشيء ساده لكن احلاهن هذا هذا الاصلي الاولي هذا عاد اللي مدلعت انه همه تاخذ لبن هايل وجفران وسلال ومداخن واللي بي ابوي روس لي بال لازم اللي هي محافظه بسندم لازم عن ابوه شو ها قح ابراهيم تحرب ضاربنا ابو حمير لا يدي زين نستاني والله شو كنت اقول تعرفين الاشغال التراثيه هي الاشغال التراثيه لا بس اشتغلت في الدخون بعد في الدخون عندهم ما شاء يعني احنا نشتغل فيهم ما شاء الله ريحتها مميزه تبارك الرحمن عندهم المداخل عندهم يعني الاشياء هاي وايد زينه الواحد يقتنيها شيء يسمونها تذكاريه أشياء تذكار أنك يعني ماخذ شيء تذكاري من بلد مودن بلاد يعني ما أعرف شو ينقال ها سدك لها المدخنة هاي لها اسم غير هذا شراتنا تسمون مدخنة سمي مدخنة هاي الأصلية على فكرة ما غير ذلك تقليد هذه هي المدخنة الأصلية وين الحينة أي مكان نحن الحين طبعا انتم محافظة مسندم ولاية خصب نعم. والموقع الحالي بيكون اتانة مسندم ومحل زري خصب محل شو؟ زري خصب زري خصب ها بتقولوا محل قالكم اسم المكان محل زري خصب تكيكين صغيروني وهذا مكانهم زري خصب للهدايا التذكارية يلا شكرا بن حسين صباح الخير
الحين انت مودد شغلك وياي لنا شو عليه بالطرق، ترى الشباب ما شاء الله عليهم ما مقصرين ويابين سيارتين، احنا سيارتين ما يسد تسدنا سياره واحده اللي يناسبك ابو محمد، سيارتين ثلاثه يعني عمرك طويل. مشكورين ما قصرتوا من اول ما جينا وانتم حفاوه وتكريم، يعني الله يبارك فيكم ويطول بعماركم ولا يخلينا منكم. احمد بن عبد الله بن محمد بن احمد المالك. المالك الاول غالي عندي وحين يسوى عين يوم عرفني عاد عليكم كلكم، خطف بوذذ المجهود ما شيء كثرة. المهم شكرا جزيلا على كل ما قدمتوه، شكرا بارك الله فيك. انت بسير ويانا؟ نعم هذا بسير ويانا انت ما بشكرا، شكرا ما لك خلاف. جدولنا شو بيكون؟ جدولنا يا ابو محمد نطلع من فندق اتانا مسندم نعم الى رحلة جبلية طبعا الى منطقة الخالدية سلعنا وبعدها وايدي خبروني عنها الخالديه تي بي المسجات نعم يقولوا لي اذا جيت وما صرت الخالديه نعم الخالديه منطقه حلوه طبعا خضراء وكذا نعم ورجعتنا اختفوا ما بنصور ورجعتنا من ورجعتنا طال عمرك من الخالديه نعم نروح الى جبل السي ومن من جبل السي ومن بعدها هي نعم من جبل السي وبعدها رايحين الى جبل حارم نعم اللي هو جبل خنزور ما شاء الله. هي نعم الله. وطبعا ورجعتنا من هناك ان شاء الله هي. على ما عليك ما يدري ما يدري باللي صورته على الفندق ان شاء الله يا ابو محمد ما يدري باللي انا انا بفوت هالوقفه بفوت هاللون الزيتي ما روم وهذا اليوم جدولنا ان شاء الله بيكون ان شاء الله ان شاء الله بركم الله. الله. الله يخليك لنا انت ما عارف احنا بتخبر عاد على اسمه طيب كيف انتو؟ مساكم بخير؟ ومحمد شحالك؟ انا بخير انت منو بالله عليك؟ انا بخبرك خلاف ما بتخبرني؟ بخبر انك بخير والديك بخبرك العرب اللي عندي كلهم بيخبرونك انا منو لا اله الا الله خبروني الحقوا علي انا عندي لك رسالة زين قولها من هالزعبيل زين عبد الله بن علي المزروعي نعم خالي والله مليون والنعم بس وصلت؟ نعم وصلت شايف خاطرك؟ الله يحفظك مرحبا شكرا لا خليت ميز فندقنا هذا انه مرة في نص خصب في نص خصب بالضبط تحطنت انه يبال خصب كامله دور مدار المكان تشوفون كل بنيه وهذا حصن خصب هذا حصن خصب ومكان شو غير حصن خصب شو ينقال عنه حصن خصب قلعه القلعه لكن هو الحصن خصب يعني هو الحصن يا ربي هالمنظر كم تولهنا عليه الاول الدبش في يوم يحوطن في الفرجان كل يوم البلدية تزخن كل يوم كل يوم الأول كل يوم الحريم يصير وين البلدية هذا الأول بلاش ودوهن عقب شبش في وين في بنياس في أبوظبي أرمسكم عن أبوظبي انزين وخلاف أبوي سوى غرامة الكراس 100 وبعدهن الهلب العزيز زمان فتشون عزبهم وحل بيوت فتشون دبتشهم ويصيرن بين السكيك ويأكلون انخيل اللوادم ويأكلون حلالهم ويخيسون التبعير ماله حاد وشو بقولكم أمور هذا بالأخص كان هدابشة وماكل مريس وضاربنها صباب وتخطف مكان بيوت العرب تازم الدعاوي على راعية الاسخلة المن ببيزة يدعون عليها الدعاء نصي يزيد هي والسبة شو هاي شتها تصب على كراحة وتمشي وتخيس حد يرمسها الرمسة لكن ما علي هاي حقيقة ترى على فكرة هاي حقيقة لا بد ولا عذر من الكل منكم يعرف حقيقة أدري بها حقيقة مرة ومروحة لكن شو أسوي هاي من الحقائق اللي الناس تتجاهلها حين مثل واحد طرش اللي تيلف وداق اللي طرش اللي رسالة ما أدري بتنبت كم هذا نبت سنتين نبت عشر سنين ما الله أعلم به والله الرامي هاي الدياي اللي ما تبيض هاي يسمونها الرامي شو أقول لهذا واحد يقول لي هالنمونة شو تبوني يكون ردي عليه قلت له أول شيء خبرني أنت منو ولد منو وكم عمرك وخلاف برمسك فلذلك إعادة تعريف الدياية زين معلومات عامة ثقافات إيش رأيكم الدياية اللي ما تبيض يسمونها مقطع الدياية اللي ما تبيض يسمونها مقطع والرامي يحط الرامي اللي هي البيضة اللي هي يخلونها مكانها ما يغيرون المكان عسب الدياية يوم تبى تبيض تحن على وين بيضت وتعرف موقعها وتصير تبيض عليه فالبيضة هاي يسمونها رامي يبدلونها يوم هي ويوم لا يوم هي يوم عسب ما تفسد
حسب ما الناس اللي من غير يعلمونها ويخلونها لمدة 10 أيام 5 أشهر لا تخيس عادة هذه. فأنا الحين شل نحن اللي أنا قيس معرفتي واللي كنت أنا أسوي الأول أيام العزبة البيضة غيرها بين يوم وتركم علم العمال اللي عندي أنكم تبدلون البيضة بين يوم وترك حسب ما تمرج وتخترب. تمرج يعني تخترب تخيس. أقولكم أبوي رحلتنا نحن برعاية منو حينا برعاية سعيد الخنزوري والله مليون والنعم بعسكور والله حبيبي والله أبو منو سعيد أبو علي أبو علي ما شاء الله تعرف هالورد اللي عدالك منو هي هي أبو خليل يا الله يا الله خلي يا تعرف من زمانه ها والله اليوم بس تعرفت عليه البارحة أول ما والله قبل تعرفه ما أعرفه صراحة كيف لقينا وياه معرفة بالنصول يا أبو محمد ما تقصر يا أبو توفيق زين الحين عدلنا أبوي نحن نحن في وين وين سايرين وكم تبعد شو يميز المنطقة اللي نحن سايرين شوف أبو محمد نحن الحين في خصب نعم متجهين إلى بيع خصب نعم بيع خصب هاي في عدة قرى نعم قرى جبلية الحين متجهين نحن الوجه سيدة منطقة سلسفل سلسفل وهذا الشارع يودي إليها كم المسافة المسافة 22 كيلو من خصب لين من خصب الى سلسفل زين 22 كيلو شو ترمس الحين هالكثر انت ابوي ارمس اخواني ارمس ربعي يتريونك ابو محمد وين بعد يتريوني ابو محمد وينه وابو محمد وينه وين الحين هاي يترينك في سلسفل يترينك بيب الخنزور الناس قالوا متلهفه عشان تشوفك لا اله الا الله الله يسلمك حبيبي شيء رسال فوق ايه شيء نعم موجود لكن في جبل فوق بيب الخنزور شيء بسيط زين الحمد لله يعني ما في مشكله زين يعني شو المعلومات الحين اللي احنا بتفيدنا فيها والله يا ابو محمد الحين براويك الحين بيت القرى فعل حسك اول شيء الارتفاع كم والعدد القرى منو ساكننهن شو تاريخ هالقرى نحن اللي سايرين هاي تاريخها طال عمرك من الاف السنين زين انا ما اقدر اقول لك بالضبط في اي تاريخ في أي لكن بما معنى مناطق قديمه هذه قديمه مناطق قديمه هاي مناطق بيع خصاب مناطق الجبال فوق كانوا اهالينا يسكنوا في قمم الجبال نعم. في رؤوس الجبال اي زين هالي غنوا عليه مقيل حبيبي في رؤوس الجبال في رؤوس الجبال اي تنزل للرزق للرزق ايوه ونزلوا في المناطق اللي هي القرى هذه الجبليه نعم اي نعم ولا اقامتهم الرئيسيه الاول في الجبال فوق قمم الجبال قمم الجبال هم هاي اللي يسموهم الجباليين لا نحن نسميهم ولا بداه نسميهم البدو البداهم البدو البداهم البدو حد يسميهم بدو وحد يسميهم بدا. ايه نعم. احنا نسميه البدو. انزين لكن حاليا يرقون هاليبال كلها مشاي؟ كلها مشاي. عريولهم. عريولهم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. كل شيء عريولهم. الحين انت بتشوف بعدين بتطلع على الواقع بتشوف المسافات وبتشوف البيوت وين موقعها وين كاينه وكيف طرقها ان شاء الله. رجول تعالى. رجال ونساء كلهم يمشون؟ رجال ونساء حتى لما يقيضون ويصيفون. ايه. يصير حوال. ايه. هم وهوشم وركابهم سبحان الله من مكان لمكان هنا اسم حياه يا ابو شيء متعب هذا الشيء في ناس الحين بعد متمسكين فيه الان يعني لا اله الا الله كم اليوم ان شاء الله بنرد الحين من فوق بنتريق عند الجماعه طالبين قالوا بيسوون حلفنا عليهم ما تسوون كان شيء يبن ما نروس لي بال هاي يطرب الوصوف زين قلنا كان شيء يبن وخبز وعسل هذا ابوي نبي منكم بنتريق عندكم غدا عشب غدانا بيكون في وين في قدا غدانا اليوم في قدا هنا شو اسم الرجال اللي عازمنا على الغداء عبد الله بن مسعود بن عبد الله مسعود خماس عازمنا في بيتهم البارح اللي تواجهنا وياه يوم نحن خاطبين ما ودرنا تبعنا لين العشاء اولت البارح وحلف مليون يمين انكم تتغدون وانتم سايرين فحين والله اضطرينا ترى للتحرنا نحن ما تعذرنا تعذرنا بمليون لك و600 يمين ما شيء فكاك ان احنا اللي ويبنا منهم الحين ويناهم على ويبه يمكن اظني 5 لو 6 او 10 هذا من الاف مؤلفه الحين المصيبه ما بحلفان بيمين عادي يحلفون عليك اي من غلط ما تروم تتفتش منهم يتبعونك لين وين تكون يعني هاي وايد يعني استوت زحمه لك الحمد لله جزاهم الله خير هم أكرام ونحن نحبهم نحن نحبهم إلا الناس الحمد لله ما عليها قاصر وما ودنا نكلف على العرب لكن شو اللي نقدر نسوي نحن ما بيدينا حيلة لا بيدينا لا حيلة ولا حول حاولنا بشتى الطرق نعتذر أو نلقط الفكة أو نلقط
ما شيء ما رمنا ما رمنا لهم حيلة. باسم شديد أبوي باسم اللي بيقولك أي اسمة عماني تريك باسم شديد مثل الحديد ما شيء يقوى عنهم تبارك الرحمن. وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بنتغدى بنتوكل على الله. إحنا ردتنا من هناك ساعة كم؟ الله أعلم على حسب. نحن في الفندق أبوي قلنا لهم ليه تشيك أوت، قلنا لهم ليه تشيك أوت. المهم على كل الأحوال نحن الله يحفظ. شوفه شوف أبوك الدايم شديد يا الله يا رب تعز حكومة السلطنة ولا ترويهم أي يوم في كدر أنهم وبلين كهرباء وماء في القرى تحت كل يبل 10 بيوت تحت كل يبل 2 بيوت. شوف في كل مكان البيوت وهاي كلها الحكومة مسؤولة عنهم تورد لهم المياه والكهرباء. خل انت لهني هذا جريم ضك الشارع شيء جميم جميم ليبال يا جماعة الخير فوق جميم ليبال. وتشد انك الحكومة مشت لهم ما وكهرباء لين فوق معادة اللي بنى هذاك البيت هالفلة الضخمة في صافج هاليبل اسمي ابوك هذا متبيت وباني على الفاقة حافظ عليه هذا ظني وارث ولا سوى مشروع ونجح والله هرزقه سوى ابوي هني بيت جزاه الله خير. هذا من وين انت وين اخر؟ ما ناخرت يا ابو ناشبر قاد انت والله العظيم تدري من امس العصر هو ما حد عندنا وانت وين ناشبر قاد وحين اي والله ابراهيم شو مشكلك؟ ما رقد لا يد في ذمك منو اللي تو راقد؟ خليل ابراهيم ايه الحبيب سلام عليكم ابوي بلاك خير خير ابوي تسلمي 50 بارك الله فيك وجهك جميل وفنان وهاك الطول وهاك العرض وين السوالف وين الرمسة ولا اتفق برزه؟ لا سخن ها؟ اسخن شوي هاي اتفق برزه مشكله ولا؟ اي والله يا اخو ليك اتفق برزه؟ معرس انت؟ شو عندك من العيال؟ خمسه الله يبارك ما شاء الله شغال يعني بخير الحمد لله الله يحفظك. نحن وين حينا؟ نحن منطقة سل اسفر منطقة سل اسفر سل الخنازرة سل الخنازرة هي منطقة اسمها سل اسفل سل الخنازرة لأن هذه المنطقة أهل أولاد عم قبيلة واحدة كلهم خنازرة هاي ما حد الخنزوري هي الخنزوري هي. خنزوري والخنزور هاي الأرض ليش كيف حتى نفريجكم تبي تعلمونا خبر هذا طال عمرك بعد الأمطار تخضر الدنيا زي الدنيا هاي شكلها هي أمطار قبل هاي دوم كذي ما شاء الله وهذه اللي تشوف أنت العشبة هذه الصفرة هي يسموها ببع تيس هي وبس ببع تيس نعم بالسعودية يسمونها عشبة المدينة ايوه هي هذه خاصة تعالج للكسور واعتقد الطب الأعشاب بعد فيها أشياء ثانية يسوونها لكن أكثر شيء مشهورة عندنا للكسور سبحان الله نعم ها بس عندكم أنتم عندنا نحن منطقتنا نحن بس هذه تصير وتصير بعد وتصير بعد في الليبال فوق حرام عليكم إبراهيم محلاك مع هالمنظر اللي جنن عيونك الحلوة اللي تشوفها يا أبو محمد الشباب اللي تشوفونها والأشجار والشجيرات كلها أول باديهن عبارة عن 5 أنواع تقريبا ببع التيس وشيح والبهمة الرقمة الخنزات 5 أنواع متجانسة لكن والله يا أبوكم لو تروحون الريح اللي أنا أروحها حاليا ما بتقولون أنتو يعني شيء وجف الماشي ريحة غريبة ريحة الأزهار هذه سبحانك يا رب وبس هالمنطقة روحها وقرب الشارع سبحانك يا رب مكان جميل يسعد الخاطر والله يا أبوكم يا الريح اللي أنا أروحها يعني اللهم لك الحمد شيء لا صار ولا سوى بحياتي ما روحت هالريحة أنا برغم أني ما خليت بقعة في الدنيا العودة ما صرت ريحة هالنمونة ريحة زهرة غريبة وين ما تبون دبشم يغدي غير عند دبش العرب لازم دبشم أبوي مختلف كان يرعى من يصبح لين يمسي في نص هالغبيب الخضرة وين ما تبون يختلف طعم الحمتة تختلف الحمت الدابش العماني روحها لها طعم فلذلك 4 أضعاف الذبيح العماني قيمته 4 أضعاف كل ذبيح في الكون
هذا حينه في الموسم هذا وقت القيض تلقطونهم يطعمون هنا الحنبل ويطعمون هنا يواني ليمونه من تحت السمر، كل ما تشتهي النفس تاكله الدابشه، شيء طبيعه عندهم خلابه وهم هالحلال. من استوت الدنيا من استوت الدنيا الهم مقاقة وقوة وحيل بتربية الدبش، فلذلك تظهر الحمة الذبيح العمانية غير عن ترى عمان كل عمان كاملة من أولها لين آخرها عشقهم تربية الدبش. سعيد هلا أبو محمد، وين ودنا انت الحين؟ ودنا عند الوالد إن شاء الله نوديك كمان. يا رجال أنت ما خبرتنا أن بنسيت. ترى من كل مكان مكانك يا أبو محمد. هاي بلادكم شعبية؟ هاي شعبية لو كل حد باني يروح. منطقة هي منطقة أهلية، كنا أهل والله كلكم خنازرة. هي كنا أهل عمومة طال عمرك، بني عم بني عيال خال. هي نعم كنا في نفس المكان وكل واحد منطقته بيته. وهذا بيتكم أنتو؟ هذا بيت الوالد. هاي الحين هاي الخالة فيه. شو من النخل هذه؟ هاي خنيزية طال عمرك. خنيزية أبوي اليوم عند هالرجال. ها هالرجال المبروك. الله يعني محمد بن علي بن سليمان الخنزوري. ما شاء الله، إيش حالك يا محمد؟ حياك الله. كيف انت؟ لا الحمد. يا مرحبا يا مرحبا بالحجي. الله يبارك فيك يا ابو سليمان. حياكم الله شيخ. علومكم سلام راسك يدوم. الحمد لله. كاش اللي مصابكم رقم واحد الديار نسكون، ونحن مثل ما مثل ما انتم بخير نحن بخير، وطول ما انتم بخير نحن بخير، ما نسكن من باس. انتم اهل وجماعه وصدقان وايران. من استوت الدنيا كنا اخوش واحد. نعم. وكنا ايام الوحده. نعم. ما فيني شيء تفخر بإيده قريب. اللهم لك الحمد. والحجي وحده الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك ويبارك فيك. ودامت زيارتكم ومشكورين يحييكم. الله يحييكم. المكان مكانكم. يطول بعمرك يطرح لك البركة بهالعيال. والله عمرك. يبارك فيهم إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يلحقك إن شاء الله في أحفاد أحفادهم. آمين. تلحق على عيال 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 عيال. اللهم لك الحمد. أبارك لكم بهالمكان الفنان وبهالحية وبهالمكان اللي يسوى. اليوم زينة حلوة. الحمد لله. حلوة في الخصب وفي الأمطار وبالدنيا زينة حلوة. يوم تخوز الأمطار شو تطعمون حلالكم؟ نطعم حلالنا الحمد لله رب العالمين. نتكلم عن الحلال. أول الحلال زمان أول قبل المؤشوت وقبل الشهوتة. نعم. الحلال يوكم من الجبال. يوكم من الجبال. نعم معلوم. وهني نسقي له حشاب وصح وتمر من البلد. نعم. ونعطيه يمزل من الجبال، نعطيه شيش شيش حشاب ونزرها بالزرب. اللهم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نعم. والتيس أخير له من نشي. هي نعم. هي نعم. التيس أخير من نشي. الحمد تغدي أيلت. يوم تذبح تيس الجبال تسمع يروح يفي. سبحان الله. نعم. راح يستوي معنا طعم حب وطعم شعير وطعم حشيش هذا الذي ما ينفع. هي نعم. البراين. نشتري ونكود. وشحوم ريقه وما ليها رود الحريه. الحمى ما لها طعم، ما لها ريحه. ما لها طعم الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. كل وقت وقت وقته. الحمد لله رب العالمين. نعم. ابو علي. نعم. انتم قبل سكنتكم في وين؟ سكنتنا هذا المكان. هاي سكنتكم من استويتوا؟ من استوينا لك وقت القيو نحور خصب. تحضرون خصب انتم؟ ثلاث شهور خصب. ثلاث شهور. نعم. شيء نخل عندكم؟ ما انا نخيل ونخدم القيو ونتربى الحمد لله. ونريع ديارنا الحمد لله. الحمد لله. نعم. الحمد لله. نعم. هذا الريال من حلي عايدنا. علي أخوي. السلام عليكم. هذا علي. هذا علي. والله مرحبا بعلي. علي كم عندك من العيال الله يحفظك؟ الحمد لله رب العالمين. عيالي أولادي سبع صبيان وبنية. ما شاء الله الله يطرح فيك. أولادي راح. هذا بشرك. هذا علي. هذا علي. هذا علي. نعم. وهذا سعيد. نعم. ما شاء الله ظاهرين كلهم فنانين. شراتك انت انت فنان. الله الله لا بسم الله عليك تو الناس انت بعكت تندق وتنصار تو. الحمد لله. نحن عندنا حد اللي هدنمونا تو ما يعرسون. الحمد لله شيء خلاص خلاص لا طالع لك عروس. الله يبارك فيك ان شاء الله. نشتغل وايد بالله عليك. نشتغل في الجبال، نشتغل عند رشاب مركب، نشتغل بركب ما شاء الله. نطلع ونحضر نشل الحطب نشل البصل نكده نشل الماء يما عندنا الماء خلص الماء من هنا نروح حصب نحكي ماء ونشرب هنا. لا اله الا الله. نشرب البراك اول ماشي عندنا خزان وماشي ماشي نشرب من الله سبحانه وتعالى خادمين براك خلص البراك ماء البراك نحضر حصب فوق ركيب ونأكمها قراب بكرم قراب يدود مالعلم. نعم. ونقف فيها نشرب هنا هي. هذا المكان سوينا خروس ودرامات. خروس مسويين. نعم خروس. نعم. اللهم لك الحمد. انت تريب الجمال. اها. استنى معنا اسبوع هنا يمنا في فيه. ما شاء الله. 12 قارب هناكم. يشل 12 قربة. 12 قارب 8 قارب 10 قارب بحسب رقبتك يعني. ايوه. نعم.
حبكم من وين؟ من الواب، نزرع الواب يوم الأمطار. نعم. نهيس ونبقل ومن بعد نيز ومن بعد ندق ومن بعد نطحن برحيه ونوكل. الحمد لله. الحمد لله رب نعمة. أي شيء كل وقت. زاد الله طارح لك البركة في عيالك. الله يبارك فيك. عيالك ما شاء الله عليهم. الحمد لله. تحراهم أقمار. الحمد لله رب العالمين. إيه نعم. الحمد لله رب العالمين. تعبك هذاك ما صار بلاش. نشكر الله. الله طارح لك البركة فيهم. ويا الحجك إن شاء الله في ذرية ذريتكم. آمين إن شاء الله. فرحنا بشوفكم يا الوالد. نشرف فيك يعني. جزاك الله الجنة. جزاك الله الجنة. كم متعب. متعب بن عبد الله. وهذاك الولد الفنان. هذا سليمان. سليمان بن علي زيد بن سعيد ما شاء الله على الله يحفظهم ويبارك فيهم. انتوا هني ما تتواخذون من حد بعيد؟ لا منكم فيكم احنا طرفنا من قريب نبه اه من بعيد ماشي كم من سلع على بن سيم ومن طرفنا هنا قريب يعني نزل مع بعض الحمد لله. الحين بعدت الخلق الحين الخلق كل حد دخل مع حد. نعم. اول هني ما نزلوا مع خصاب ما يزبوا معنا لا لا هذا ما كم زور حد دخلت الناس كلمكم يا سبحان الله المعارف والتواصل خير الوقت الاول يوم بلي تلفزيون بلي اذاعه ولا الحينه نعم شو الاخير الاحسن احسن انا اول هني ليش اول ما تروحين الحمد لله رب العالمين لا نسمع تلفزيون ولا نسمع صور ولا نسمع معنى شيء نعم تفتهم احد تلفزيونات فلان ذبح فلان هناك قتل هناك مش في كده هناك مش في كده ارهاب ورو يعني ما يصرف تفتهم لك الأول الحمد لله دخلنا بيت وصلينا ونعسنا الحمد لله رب العالمين سوينا راديو راديو أول نسمع أخبارك كيف يصار كيف يستوي هذا راديو من بعد الراديو قال لي التلفزيون هي نعم قال التلفزيون حسنا ما أشوف عينك لا إله إلا الله كل شيء موجود فيها لا حول هذا الولد ابنه نعم ولدي هذا أصغر آخر العنقود آخر العنقود ايش اسمه؟ حسن محمد علي والله ولي والنعم نعم. ما شاء الله ما شاء الله عليك ماخذين الزنب وي من كنت انت فنان انت فنان عسبتي عيالك ظاهري فنانين الله يحفظك يا ربي ما خا شوف هذا 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 خبز السفاع حين خبز التنور خبز التنور غير عن السفاع لكن هذا غير عن اللي كنا نحن امس يختلف من مكان لمكان تختلف السفاع يختلف من منطقه الى اخرى في البر في ال يختلف كل حد غير. رويق الجماعة هذا شو شامي. شامي. هي وهذا روب ب... 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 مع سمن. مع سمن. وهذاك. جبن. هاجبنكم روحكم لو جبن الدكان. هذا مسوق. هاج أنت متل جبن يسوي خالي مال مالكم. جب... مال شوي دايم راح هذا مو شو ماشي. من الحين وساير. ما يساير نعم غير. الجبن الجبن نعم يوم يسوي الام نعم يوم يسوي الجبن هي نعم من تدخل القويه هي نعم اتريا تندبوا لي لا تقولوا ما قلت لكم ما اسامح كرامتي ابا من عندكم من الجبن لا ابا لا شحم ولا لحم مشاهدك يسوى عن 600 عجيره نعم اذا اريد تندبوا لي لين مكاني حاضرين حاب تقول ما قلت لك ما اسامحك لا انت ولا اخوانك ولا حتى ابوك الله يحفظكم هذا مدبس هذا مدبس نيري مدبس يا سلام شخص نيري ثاني يا سلام نمونتين نمونتين يعني عمرك يطول النخل عندكم ابو علي هني هنا ها خنيزي نعم الشيخ الخنيزي واللولو واللولو نعم وقش حبش هم ومرزبان نعم ويواري ونغال نعم ومجني هذا كله عندكم انتم كله معنا النوايع الجديده ما شيء زرعتوا منها زرعنا يا زرعنا ما حين الخلاص الجديد هي من كم سنه هي وزرعنا يجينا من عمان بعد خلاص هذا هو في فرض زين فرض فرض حمر لو فرض ابيض فرض احمر ها لك ما تمر معنا بعده لا والخلاص صار بعده الخلاص الخلاص تمر لكني ما قدرنا نتحفظ عليك حتى النموريه سبحان الله بسيط في أبره سبحان الله ما كيف معني سبحان الله سبحان حد يقول يدوى حد يقول يستبرد ويحط حد يقول إني معنى برودة نجوي يمكن يستبرد وقت الأمطار هاي إيه نعم يستبرد مشكورين على حسن الضيافة الله يغنيكم ويطول بعماركم لكن طيب شنو قهوة أنتون شوفني نعم أنتم تمشوا معكم كم رجال تعدوا معنا وتأشوا معنا لا 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 طال عمرك طال مستعين حالف على ولدك ما يودينا مكان فيه لحم عيزنا بطوننا بطوننا تمزرت معلوم معلوم انا قصافر يعني شو ما زين لا لا ما بت... ما شيء منكم قصير الله يحفظك يطول بعمرك يد عمرك طويل هذا شو حينه بر هذا
هذا نزرع البر الواب خابين من صور هذا. سبحان الله. بر الميساني هذا. اسم بر الميساني. هذا متى موسمه؟ خلاص نعمس. نزرع من تدخل الشتوة. هي. أشهر الشتوانية. نعم. ونحصده هذا الموسم. أحصدنا وخلاص. سبحان الله. الحمد لله. كم تضمون منه؟ والله لحسب الخصب 50 من 60 من 100 من. سبحان الله. السنة كم؟ الحمد لله حصلنا من المكتوب سنة كتير 100 من حصلنا. 100 من أبوي ترى حصلها ولا حد يطلبهم ما شاء الله تبارك الرحمن. 108 تمنين محصلين؟ أبوي ترى محصل 180؟ 108 تمنين أول مرة بحياتي محصلون هالكثر. تبارك الرحمن. أنت مبروك أنت مبروك يا أبو علي. أنت مبروك. يعني الله يحفظك إن شاء الله. قلت تراني ما شاء الله ترى عيني ما بحارة. لا ما شاء الله ما يهمك. الله لا يخلينا أبوك. الحب كم نوع؟ الحب عدة أنواع. في بر ميساني. ميساني. هاي نعم. هذا الميساني. هذا الميساني. سبحانك. بس أمر واحد. شو بعد غيره؟ غير الميساني. بر الميساني عندك البصري والدريسي والدورقي والكشيشي. هذا كله انتم تزرعونه؟ ها هي نزرعه. لكن اللي يستوي معنا البر الميساني والدورقي. هذا شو؟ هذا بر ميساني. هذا هو اجود شيء ولا اجود شيء واحسن نوعيه عندنا هذا. سبحان الله. الدورقي مع الدورقي. الكشيشي والبصري والدريسي باليبال يستوي. سبحان الله. سبحان الله. هذا الوليد شو اسمه؟ هذا علي كيف حالك؟ علي تعرف انك جميل؟ شكلك جميل تبارك الرحمن. كأنك ولد انجليز. الله يحفظه. هذا ولد هاي صغيروني هذا الكبير. هذا سالم. سالم ولد علي. ولد علي هذا الريان. ما شاء الله الله يحفظه. يبارك فيكم ان شاء الله. الحب. هذا الحب اللي هذا الحب الميساني. سبحانك يا رب. سبحان الله. ها زراعتكم انت روحكم. منو اللي يحصد؟ منو اللي يطحن؟ ها تطحنون انتم مكاين الحين هذا اول ما نرحي. لو رحي لكن حاليا نروح مطحن به مكينه. مكينه. نعم. تبارك الرحمن. وشو تخبزونه؟ خبز الخال ولا شو تخبزون؟ خبز التنور. هذا الحين كلمنا هذا من هذا. تبارك الرحمن. خوش تنور وسخون وقت الشرب سخون. سمن مال الغنم. سمن مال الغنم. مال الغنم وسخون أول الزمان. شو السخون؟ السخون طحين مهروس. طحين مهروس. مش هذا. مسمى سخون يعني. وعسل. وعسل عسل نوكل بالخبز ما بالسخون. أيوة. هدية. يا سلام يا سلام يا سلام. مشكورين مشكورين مشكورين. شو ببع التيس. ببع التالي اللي يبسونها وتنطحن. وحق شو تستعمل هذه؟ هذه تستخدم اكثر شيء للكسور. ايوه عندنا هنا ظاهره يعني. لكن في الكسور في المناطق الثانيه يسمونه وخاصه في السعوديه يسمونها عشبه المدينه. نعم. وتستخدم في الطب الشعبي لعده امراض وعده انواع. وبعض المناطق يسموه سراو. بعد سراو. هاي سراو نحن نسميه ببع التيس. ايوه هي. نعم. ابوي بلاك يعرس هناك عازل عمرك انت. ها ما يبي يظهر تصوير. هذا بيذبحنا. هذا بيذبحنا شكله. ايه بتسلح. الحين يعتبر هذا الوعب. يسمى وعب. هذا وعب ونهيس في اللي نهيس في البر طال عمرك. هذا بس للبر. هي نعم للبر. وعلى المطر ولا؟ وعلى المطر. سبحان الله. وأكيفك أنت بعد في ناس تحب تهيس أنواع غير من الحب ترى بعد. نعم. وبأهلنا يمين ويسار. وهذا الرجال شو يسوي حين؟ هذا يحش حشيش البنغالي هذا. إيه. إيه. نعم. هاي ما بحاطين بحب. لا الحب مخلصين ترى هذا مخلص ترى. مخلص. هذا بعد الحصاد بعد اليز ما يزود. ما يزود. هاي نسميها الحين أفة نحن. أو أهل الدبش. أهل الدبش. نعم. إيه نعم. ما شاء الله. الحمد لله. بارك الله. الله يبارك في هذيك. هي زين زين تيمل يعني انا بسرعه عاده اليوم ضروري المطر من ينزل من فوق الجبل يخط او ينزل الباب ويدخل لنا انكم تسيد هذا مسيله هاي يقولوا مسيله الوعل الوعب
مسيلة الوعب هذه مسيلة الوعب. ماي مرة. هي. يتم بعد ثلاثة أيام نهيش الحرب نبدأ الحرب. سبحان الله. اللهم لك الحمد. هاي بصرة. بصرة. لمسخر الله سبحانه وتعالى إن مسخر لكم هالمكان من ينزل المطر خطف ها سيد 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 دخل في الوعب مالهم من يقدر ويكمل ثلاثة أيام بذروا ها سووا البقعة تيسون بثيران لو شو. أول هيش تكرم لفوق حمور. على حمير على حمير راح نبدل مكينه نعم. وعقب تبدرون اول نبدر اول شيء تبدرون نبدر اول قطب كده اه شرف واحد يبدر بدل يمشي سيد وياسين ثاني يخطي وبعدين نهي سيد ما شاء الله حبيت تلاقى فوق عند البوش يلا غايته قريبه هذه اهالينا قبل وجدودنا ساكنين في هذه البيوت هاي هذا بيت عيلة بيت هذا يسمونه قفل قفل له بيت القفل هاي هو البيت هو قفل هاي البيوت القديمة تسمى قفول هي هي من البيوت القفل هذا يستخدمونه للسكان لحفظ المؤن لحفظ الحب الشعير التمر مثل بخار يعني مثل بخار هي. هو سكان وهو تحت الأرض هو هي تحت الأرض متر وشيء لكن الحين مندثر هي. هاي يسمونه قفل الأول تحت الأرض الأول تحت الأرض نازل متر متر تقريبا القفول بمنطقة الروسي بال بشكل عام نعم بشكلها الخفي تيجي على بطون ليبال وبعمق بس تطلع شوية على سطح الأرض سبحان الله ايه مثل ما ليش السبب مثل ما قال لك أبو علي عن النهب وعن السرقات وتستخدم طال عمرك زمان يدودنا للحروب حتى بعد نعم كحصون سبحان الله تعتبر كحصن هي القفول هذا تعتبر كحصن ومنها مثل ما قال لك ابو علي على حفظ المؤن وحفظ الاغراض الشخصيه للعوائل يعني سبحان الله اي وهذا بيت القفل نادر فيه المنطقه هات بس ما يعني ما, يح... ما, ي... ما, ي... ما يوجد باي مكان بالخليج بروس ليبال فقط بشكل عام بس روس ليبال بس روس ليبال في اي مكان في العالم مش موجود مش القفل موجود هات. مش موجود هاي تتميز فيه طال عمرك منطقتنا روس ليبال هنا اها بس الوحيدة. شو الخصائص تعتبر حصون تعتبر حصون هو حصن هو مخزن القفول هاي تعتبر حصون سبحان يا ريال يا ريال ودر ليه تتاكل اذنيك هذا المخلفات يا ابو محمد سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله واليوم ما عليك بأس عندك ما شاء الله هاي عيالك إن شاء الله بينوبون عنك عيالك الله يحفظهم إبراهيم بسوي البكرة سيلفي بسويها سيلفي صورة يا سلام يا اوكي انت ما سويت وياك تشيز لا ابلنت تشيز تابع محمد ناخذ وياك سيلفي هنا يلا ايش عليه مع محمد الله يرفع والدار دارك والمكان مكانك طول بعمرك صفرت ونورت وهلت ومطرت طال عمرك الله يبارك فيك ويطول بعمرك جيتك حلوه صراحه جيتك حلوه علينا والدنيا امطار الحمد لله ان شاء الله خير امطار ابوي بركات هالريال لا الحمد لله الحمد لله الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك طول بعمرك الله يخلينا منكم هو سعيد يلا غايته طول بعمرك يلا بسم الله بارك الله فيك هاي الرحى الرحى ابو محمد وين الرحى هاي الرحى هاي الرحى هاي مطحنه الحب القديم السابق ايوه هذا هاي وتحت يكون شو هني هذا الزند تحت له زند يطلع يركب القبه هنا ما يرحيه يمدوها يتحكم يحطها الحب ها وطحن اول وليها فيها من تحت وين الزن هي يعني يعطيك الطحين الحين اذا تقلها تحت شوي اذا تباحث اذا تونيم يعني ايه تقلها تحت هي الزر من فوق سبحان الله اذا تحرش خفه من تحت الزر احرش
يا ابو انت الجنه لا حساب ولا عقاب ان شاء الله. الجنه لكم لا حساب ولا عقاب. امين نعم. الجنه الجنه ولا هذا عيالك حالهم من حالنا. فيلحقهم القاصر. يا رجال بسك ما تصور عمرك. انت تروم توقف التصوير؟ انا لا اصور ولا للعالم. ولا انا بعد اصور حق العالم. يا سلام. هذا ولد راشد؟ انا تحت سعيد. انا ورشي تحت. شو عيالك اولي هم منو؟ علي. علي وين صار علي؟ علي صار علي تم هناك وعقب علي سعيد وعقب سعيد راشد. راشد وين منهم؟ نعم هذا راشد. نعم زين وعقبهم؟ عقب راشد عبد الله. عقب عبد الله هذا واحد زيد. زيد عقب زيد هذا لا واحد سليمان باب راس الخيمه. سليمان ما شاء الله عليك. سبع عين العدو الله يحفظك. شقال ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله على العفو والعافيه. اعطيك طولة العمر يحافظك ان شاء الله يطول بعمرك. يا الله بالعمر. اشوف اولادنا شوي. الحمد لله الحمد لله. العيال ما تدري ما شاف. يوصل. الحمد لله. هذا زاركم متابع الهوش ها؟ اللهم لك الحمد. كانت تسكن في هالبيت. هاك سكنت انت انت انت. لا ما سكنت انا اخذ منه. انت خاد منه؟ هو هذا اخذ منه ما انا. لا اله الا الله. قال ابوي قبل؟ هي. قال انا هنا. بدل انتقلنا هناك. اول بادي سكنت انت في هذا. نعم. انت وين عرست؟ عرسك في وين؟ في البيت الاولي. بعد شيء يجرم عن هذا؟ لا شوف القبل هناك شيء عجيب. واحد هنا له عذره. مضبوط لك داخل ما دخلنا فيه قليل داخل بالحوض. اشري شوي. سبحان الله. عقب البيت هذا تحولتوا هذا؟ تحولنا هذا. هاي يسمى الصفة. ناس من روس البحر الضيوف. ايه ناس تم بالبيت هذا. باتوا عندك. باتوا عندي تعشوا وكلوا والصبح تريقوا وروحوا ديارهم. الجود من ماجود؟ نعم. الحمد لله. يعني بيت عامر ان شاء الله. يحفظك ان شاء الله عيالك واحفادك. ما اقول سياره ما في شيء ما اطلق من اهل جبال طلعنا القلع. وبنينا فيه. الحمد لله. ماشي تواصل حتى نبني برا نبني ما. نعم. شوف القلع هذا موجود. الحمد لله. اشأنا من جبال وبنينا. جزاك الله خير. شكرا يا ابو علي بارك الله فيكم. اكرمكم الله. متوكل ابو محمد. مشكورين مشكورين ما قصرتوا. نورتنا. بدنا نلفلفك صوب البركه صوب لا ما شي وقت. لكن مشكله ما شي وقت الحين الحين ورانا الخالديه ورانا السي ورانا جبل خنزور. توكل على الله. جماعة يتريو. ان شاء الله. الحين احنا بنختصر الاشياء هني وبنطلع. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. اكرمكم الله يا ابو علي. مشكورين ما قصرتوا ما قصرتوا. الله يرحم والديكم. معكم قناه. نتمنى تنورنا مره ثانيه. ما لي شي وقت. مشكورين نحن ابوي عندنا عيد. نحن العيد عندنا والله عندنا عيد البلد بكبرها عيد. الله يحفظكم. اي نعم الله يحفظكم البلد وباليبال. الله يطول بعماركم ويغنيكم. سلموا على الصغار والكبار ولنا وصله لكم ان شاء الله. ان شاء الله قبل رمضان نتشرف. ان شاء الله قبل رمضان نتشرف. اني بي نتشرف وما جيت بي حد ان شاء الله. الله يطول بعماركم. جزاكم الله خير. هاي اللي خطفنا عليها. هاي منطقة الخالدية ابو محمد. ايوه هاي الخالدية. هاي الخالدية هي. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا سمر لو شو؟ هاي السمر والسدر. يا سلام سلم يا سلام سلم. هاي وغابة. هذه منتزه طبيعي. سبحانك يا رب. سبحان يتردد للعوائل هذه سلعلة. سلعلة هناك فوق. سلعلة. الجهة الثانية. الجهة الثانية. وانتم سل اسفل. نحن سل اسفل نعم. ايه اسفل يعني تحت. تحت. والاعلى اللي فوق. هاي نعم. شوف الله عليك. مسلول يعني السحر. السحر السحر. هو انا قال لك خل تليفونك سايلنت ولا سايلنت. عليك طلب وايد سعيد. سعيد ماخذ حرمه لو حرمتين. لا بس واحده. مزوجني وين من سنين. سبحان الله. لو ما يوزك من سنين طرت. طبيعي تبارك الله. السدر شبعان ما شاء الله. ها؟ السدر شبعان ما. هذا في الشتاء يوم تنزل الامطار ابو محمد هني هاي تستوي نفس البحيره. كلها المنطقه. كلها ماي. ايه. كلها ماي. يظل اسبوع اسبوعين شوي تنشف بعدين يطلع الحشيش والسوالف.
سبحان الله. هذا يقولون عنها الخالدية والخالدية. كانت في الماضي تختار أكثر من كذا. سبحان الله. إيه. سبحانك يا رب. اللهم لك الحمد. منتزه طبيعي مستوي. ايه طبيعي. منو معتني هالعناية العظيمة فيها؟ بلدية سووها. بلدية مسندم؟ بلدية خصب. بلدية خصب. جزاهم الله الجنة. جزاهم الله كل خير على فعل. شوف ما شاء الله هالسدر كم هي. هم السدر المعمر. من السنين. سبحانك يا رب. هذا كان يسوي النبق ابو محمد النبق. هي 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 اكيد. ماله حلو ما يحتاج. انت بكبرك حلو يا ابو. ابراهيم استر علينا دخيل والديك كذا خليل. شوفوا شوف القواه شوف القواه ما قواك ما قواك ما اقول عنك شيء يا القواه يا القواه ما اكثرها هاي ما شاء الله يا رجال تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله شوف حين السمر كل مزهر حينه مسوي حين مزهر البرم هذا اللي يظهر يسمون البرم زهرة البرم زهرة البرم تظهر ويرعى منها النحل حق الشو حق ينتج العسل السمر عسل السمر واللي يستوي اللي الثمرة مالته اسمها تجمال يسمون حنبل الحنبل هاي ليمون خلاف من تحمو الدنيا لا موت ليمون من تحت الدبش السمر وطعموبه الدبش طعمه شكر ريج هي قراميس على هالطول على طول الصبح ترى الاشياء اللي انا الحين حطيت لكم انا كلام من تو واصلني شفتوا على ما شفتوا التصوير توني مصورنا من 3 دقائق ويا تعليق طويل عريض من بلاد بعيد ما توصلها العفاريت من كثر ما هي بعيدة آخر الدنيا آخر حدود سعودية كلام جميل منسق من أروع ما يكون سبحان الله يعني الأماكن اللي أنا أزورها في ناس تفضل هالأماكن اللي يشوفونها البسيطة رغم بساطتها ورغم صغر المد اللي أنا أجيها هذه يغير ناس كثيرة منبهرة فيها منبهرة منها ومبسوطة من كل شيء أنا أسويه شو السبب؟ لأن شيء جاي على السجية بدون سابق إعداد بدون مونتاج شيء حي ردود الأفعال حاضرة حامي بحامي ودق الحديد وهو حامي يطرون هالنمونة له قيمة كبيرة عند الكثير من الأسر وبالأخص الناس اللي تفضل أنا عن نفسي أفضل هذا عن الكافيهات وأفضل هنا ها مش معنات أني ما داني هذاك لا أنا داني عباري على السجي والثبر أنا مباراتي على السجي والثبر أحب العمران وأحب التطور وأحب كل شيء لكن ما أغفل عن الأصل لأنه ضروري الأصل واللي ما له أصول ولا له عروق أو انتماء لبلاده هذا عبارة ما كأنه لا صار ولا استوى كأنه لا صار ولا استوى وليته ما صار ولا استوى البنادم اللي ما له انتماء لداره والوطن وبلاده وجزيرتنا العربية وبلادنا وخليجنا العربي هذا الإنسان اللي ما له انتماء ليته يوم يابته بركت عليه ليته ما طروا البشيمة وخلوه يسكر وتفتك العرب منه طريقنا الحين بداية الطريق هذا كل خط نحل قابضينه وهذا بداية الطريق إلى وين؟ إلى منطقة السي ومن ثم يبل خنزور هاي منطقة السي ومن ثم إلى منطقة خنزور يبل خنزور يبل خنزور نحن الحين سايرين ارتفاع كم؟ ارتفاع عن سطح البحر تقريبا 2000 وشيء تقريبا 2000 وشيء 2000 وشيء قدم من سطح البحر منطقة بارد والخضار والدنيا والتضاريس والعادات والتقاليد كلها تختلف عن هل البحر وعن هل الأرض فوق جميل فوق 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 ساكني فالحين كم نحن نمشي الحين كم كيلو بنبت في القرقرة 16 كيلو كيلو منطقة السي بس على 16 كيلو سوالين ما تي هني سوالين ما تي إلا أكثر شيء فور ويلات لازم فور ويل هالشارع يوصلك من وين هذا
هذا يطلعك من خصاب. من خصاب؟ يبقى الخنزور وينزلك منطقة الروضة. زين. منطقة الروضة هناك مفصل. في شارع يوديك وادي البيح لرأس الخيمة. إيه. والشارع الثاني يوديك لوين لخبة الشامسي منطقة دبا. دبا. دبا الحصن لو دبا البيع. دبا البيعة وبعدين الحصن. إنزين. هذا كله قرقرة. هذا كله. يعني هذا يختصر الطريق عبارة. شوف هي الكيبة الاختصار اختصار. إيه. لكن المشكلة هو القرقرة بس متعب يعني يمكن بعض الناس ما تفضله. إيه. يروح في الجهة الثانية. سبحان الله. لا. الطريق والله بين 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 يعني ما بسيء يعني لا هو مو بسيء ما بسيء أيوة. يعني نظيف ومعدل ما في شيء طايح هي ابوي الله الله فينا الحبيب اي مالك مالك بخلي الدريول ترى مالك ديب ديب أي ديب يا رجل ها شو ها شو اللي قدامك ها ها هذا ذيب يا عذاب ابراهيم قول له شيء يا عينك الله الله يا ابراهيم طلعت طلعت عينك حاره لا 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 انا ابونا شفت السياره على المصعد والله لا انا عيني بارده حاره اي عينك بارده انت اللي عينك حاره قلت ريال ديب ووقف مره قلت ديب ها السياره قدامه بيك اب على لازم هذاك روح واجف الله اكبر عليك ساحر 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 لا وين ساحر محروس محروس بخليل ذمه يا ذمه هاي بيوت القديمه هذا وعوبه هني وعوب هاي الحب اللي تشوفونها وفي البيوت والفول الفول ها هاي هاي مكتوبات ابوي يا الله يا رب تحفظ السلطان قابوس امين وتحفظ ان شاء الله كل هالعمان شوفوا متبرضين فوق جميم هليبال كاتبين العناوين والمسافات ويايبينهم الكهرباء لين وعوبهم لين مكان شوف شوف ها يقول ما تنقز الا السمين لو كانت تبيع ودك تاكل هنية هي ولحمها وشعرها ما فضل عنها بس بعد كتبها لحم؟ هي نعم بس بعد من لحوم؟ هي والله تنزلت بطولنا والله يجزاهم الله خير يا ابوك الحكومة اللي موبلة على جميم هليبال تركز لهم حطبان ومياها يا الله يا رب تحفظها من دار دار المسلمين اجمعين يا رب العالمين تلطف ابنا تلطف أمة محمد الرجال موقف سيارته هي. وساكن فوق لاحظ البيوت فوق وين؟ الكهرباء فوق هناك خلف الجبل هناك فوق خلف الجبل؟ خلف الجبل وش سيارته هني؟ ولو تشوف البيوت هناك بعد اللي فوق هناك هناك الصوب يا ربي هناك ساكن هناك ساكنين هي لا حول هاي والله تعال 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 سكنت هناك ما لهم طريق الا هليبل هاي هو عائله كامله شوف شوف لو تلاحظ هني هذا ساكن اي والله يبنون بعد عوائل لا إله إلا الله روس لي بار روس لي بار هو يطالع قدام تخيل والديك لا تطالع لا تغفل لا يمين ولا يسار محمد بعدك هذا الشارع أحسن على هذاك يخوف المسلمين ترى تشوفون هذي بار المقصوصة قص أتيهن سيائر ويشتغلن عبء ثقيل على الجهة المسؤولة يوميا صبح مساء تخطف الشارع هبل الشارع هذا مثله آلاف مؤلفة لذلك السلطنة راصدة ميزانية فوق ما تتخيلون كبيرة لرصف وتنظيف هالأماكن هذا كله حفاظ على البنية التحتية والشعب من أن يتغربل ولا يتعثر في الوصول إلى أماكن سكنهم هذا مجهود وايد جبار مجهود جبار كبير فوق ما تتخيلون يصرف عليه عشرات الملايين يمكن مليارات بعد ها شوف شوف الماء شوف شوف الماء سبحانك يا رب في نص الجبل لا اله الا الله سبحان من وصل هالماء الى هالمكان هذا عيون وفي توارات ابو محمد الحين دثرت كانت اول تصب ماي والناس تستقي منها اي والله سبحانك يا رب اللهم لك الحمد بيوت اظني البني عم تنهن بيوت بني عم ولا عائله وحده بيوت ها رجال الله يسلمك اظني ما اخذ ثلاث لو اربع حريم وكل وحده بان لها بيت هاي اشتغل شيء بالشركات الكبيره ومعاشه قوي اخذ اربع حريم اعتقد والعلم عند الله خاطري انا اقول شيء وكل وحده لها تانكي وحده هاي بعدها هاي بنته العود تو معدت وضمت عندهم حطوا لها تانكي حد بيت تروحها علم عند الله تخمين اقول شيء انا في خاطري
الانجليز وين جايين. محيفاتهم محيفاتهم. يلا طف 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 طف. هلو everybody. هلو هلو. Nice to meet you. سلام عليكم. سلام عليكم. هاي مدام. شوف 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 الاهتمام. تبارك الرحمن. سلام عليكم. أيوة أيوة. عمار 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 عمار. والله مرحبا. عنب وهذا أنت في نص اليبل. هاي تبعنا نحن. ما شاء الله ما شاء الله. فاح اسميها بخبرك. هاي شركة أبوي شركة كمبنية من الكبار. ها ما شاء الله عليها. اسطول كبير عندهم ترى. انجليز وحبر وجانب وسماميج وحاحير تبع كله. ونحن الحين وصلنا منطقة السي. هذه منطقة السي وصلناها. شوف الدنيا ايش قاعد خضرا هنا. شوف سبحان الله. نحن الحين فوق الجميم. ما ادري كم ارتفاع المكان اللي نحن فيه هذا. من ساعة ونحن ركز السيارة سائلة. شوف الزراعة عندهم سبحانك يا رب. هذا ما هم الأمطار كله؟ كله من الأمطار بس. اي نعم. سبحانك يا رب. شوف الدنيا هذي وين؟ أم الشرق وهذا مكة تزورها ثلاث كلام. أيوة. شوف التين أبو محمد تين. وينه؟ هذا كله تين؟ تين. شو ما شاء الله. اللي يوصل ميزوز عاد الحين خلاص. يزود بعشم. قال هذا وقت اليز حينه. وقت اليز يزون أبوي الدبش كله ينيز حينه. استعدادا للغير. هذا الحين تينه. مستحيل تين هالمتر. ما شاء الله تبارك الرحمن. تين هالكبر تغادي تعظم. سبحانك يا رب. اكبر عن اللوزة جريته. شهدوا يا من حضر تينه. تين اليبل. تين اليبل اكبر عن شيرة اللوز. ما شاء الله الحبه. سبحانك يا رب. اللهم كان هم مو مسمحين. ها لا مو مسمحين. كان تباب اني يبلك حطب ابو محمد. ايه لك ما يظهر الا هناك. يظهر اذا بتعطي مي. بنعطي اللي ابي اعطي لك انت. خير الله يظهر. كيف ذمتكم اخيرا عن شيء هالمنظر؟ منظر جميل قمه بالروعه. حافظ على هالريال جايب فريجي كالشتم. ابو ظبي بعد؟ ما شاء الله من هالبو ظبي ابوي هاي جايين. ما شاء الله عليكم يا هالبو ظبي. ما يغلبكم شيء؟ هاي الثقب ها؟ شبيه التين. هي شبيه التين. ثقب يسمونه. ثقب. بنعم التين. وهاي المزي. هاي شيرة المزي. هاي تتميز فيها نبوس ريبال. هذه شيرة المزي. هي ظهر منها العصية. هي والله ليرز عصاة المزي. الحين هاي عصاة المزي. عصاة المزي. هي. ايوه والنقل. والله هي شيرة النقل. النقل اللي هو الميز. هذه والله الحين هاي شيرة الميز. ها شيرة الميز بتقول فيها ثمار حينه؟ سمعتوا بالميز. واليوم ارويناكم ابوي ثمرته في شيرته في اللم. هذا الميز حد يسميه نقل وحد يسميه ميز والدنيا مطرجه. وشيرته في وين؟ في روس ليبال. يكثر ابوي في روس ليبال. يكثر ابوي في روس ليبال شيرت الميز. وتسوى العصيمات اليرز من شيرت الميز. ها سعيد؟ شيرة الميز هي العصي مال يرز من شيرة الميز. هي استخرج منها عصاة المزي. عصاة المزي هذا ابوي اللي يصيحونها. ها ابوي عصا العصا عصاة اليرز اليروز اللي عندهم كلها ابوي من هالبقعة. ها الرجال من بلعك هالجاي. فايز بالعملات. هي من سكان هني المنطقة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايش حالك؟ مرحبا مرحبا بفايز. مرحبا. حالك الله يسلمك. مرحبا فايز. حالك الله يحفظك. طيب كيف انت؟ الله الحمد لله. هاي بلادك. بلادك هنا دبي مول.
بدبي مول. بدبي مول. واليوم وين تلاقينا؟ تلاقينا هنا بروس ليبان. سبحان الله. هي. شوف يوم قلت الدنيا صغيرة. اي نعم. مشكورين مشكورين. هذا بعد ريال بانا على غدا. واصل تغدي. يا اللي عمرك طويل. زين العشاء. لا وين عشان ان شاء الله في دبي. والله. تخبره تخبره سعيد كم هي العزايم اليوم؟ يا ريال. ولا 43. كل واحد يسحبه من صوت. اي والله. احنا نتعذر منهم. اي والله. اللي بال عشاء اللي بال ريوق اللي بال غدا اللي بها. يا العمرهم ان شاء الله يطول. والمهم الدارك طال عمرك والمحل محلك مره. يا الله شرفتنا. مشكورين مشكورين. يا حيقم يا حيقم. شكرا شكرا جزيلا. الله حيا مر علينا. الله يحفظكم. لا خليتكم. شكرا يا ابن علا. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. نحن وين ظهرنا حينه؟ نحن ظهرين من السي طال عمرك. زين. ومتجهين صوب الصحاصح. زين. وجبل حارم. وبننزل جبل خنزور. ها؟ وبننزل جبل خنزور. ايه. اعلى شيء تشوفه هني النقطة جبل حارم. جبل حارم. جبل حارم نعم. حارم. جاكم شو اسمه؟ لهجتنا المحلية نسميه جبل حريم. جبل حريم. جبل حريم. نعم. آه. نعم. والناس اللي من غير معناته. جبل حارم. جبل حارم. نعم. مش حتى أنا شو مسمين جبل حريم؟ أصل هذا المسمى ماله. أنت ما يحضرك يعني شو سبب يعني؟ لا ما يحضر. مش هروح على القبة اللي فوق. نحن فوق سايرين فوق القبة هاي. يقولون ليش ساير الأماكن هاي البعيدة وليش الناس ساكنة في هالأماكن؟ تعرفون شو معنات هالأماكن؟ الأماكن هاي بالنسبة لهم الانتماء. ما حد يودر داره، ما حد يودر انتماءه، ما حد يودر مكانه. نحن على ارتفاع 2000 متر من سطح الأرض. هاي منطقة سي، منطقة سي في روس ليبال، منطقة جميلة مأهولة بالسكان والحلال، والله منعم عليهم بالتين والعنب والأشجار وفضل من الله سبحانه وتعالى والأمطار. والجو عندهم في عز الصيف 27 وفي الشتاء تحت الصفر. هاي منطقتهم في منتهى الجمال، روعة ورقي وأناس وطيب وطبيعة وعفوية غريبة الأطوار. يا الله يحفظها من دار. منطقة جميلة تبارك الرحمن. والحكومة يا الله يحفظها، حكومة السلطنة العمانية، على كثر مساحتها ما هي كبيرة ومتشعبة إلا أنها وصلت الخدمات إلى عقر دارهم. وين ما تكون وين ما يكون المواطن وصلوا الخدمات له، الماء والكهرباء والإنترنت. وين ها شوفوا الحين البيت هذا، شوف الله عليكم، شوف وين ساكن هذا، جايبين له الكهرباء والماء والإنترنت، وهو في وين؟ ارتفع تقريبا 1700 أو 2000 متر عن سطح الأرض. تبارك الرحمن. يا الله يا رب تحفظها من دار، تحفظ دار المسلمين أجمعين. كان جميل. يقولون شو اللي جايب منك لين هالدار البعيدة متعلج بين السماء والأرض؟ آخر الدنيا ها، آخر الدنيا شبد السماء ها، قرب السحاب. أبوي جايب مني الداعي، وإذا دعيتم فاستجيبوا. هذا اللي جايب مني، ويا بني حب استطلاع، ويا بني اروي متابعيني. هل بقع اللي تاخذ العقل جميله ومريحه ومسليه وناس طيبين وكرام وياوي. وشيء ما شفته انا، اكذب اقول شفته انا، انا روحي ما شفته. فلذلك جاي اروي العرب شو الطبيعه وشو الاناسه في بلادنا في الخليج، ما في مكان بعيد، لكن جاي بدعوه. وحتى لو تيني دعوه من تلسكوب هابل بعاني لين هناك أسبب أصور لكم الانفجار العظيم. ليش ما أسير؟ بسير وبسير وثم بسير، ليش لا؟ أهم شيء الدعوة. بنصور لكم حتى تلسكوب هابل، لا تقول ما قلنا لكم وقت حدوث الانفجار العظيم بعد. يلا ماشي حمير، ماشي حمير، إذا هني ماشي حمير. هاي حليل. هاي وحدة الشعر والوان غاوي بعد. شوف السمن، شوف السمن مسمنهن. شوف برك الماء. هاي يقول لك برك وبرك. هاي برك يتوكل سرسر. هاي برك الماء. هاي مخازن طبيعية، توانكي طبيعية غادي. سبحانك يا رب. بعدين ترى احنا سايرين فوق، شوف السحاب مغطي ابوي روس ليبال. ها بيقولون الليل مغطي روس ليبال. لا
ابوي في ولايه مسندم السحاب مغطي روس ليبال. يا ربي يا هدار يا ابوكم اللي ما هي غلطه دخيل والديكم تعالوا طمشوا بين السير الصعد فوق والنزله حتى ساعتين ما تاخذون بين السير واليي ما بلازم تستاجروا مسيايير من زيد ولا من عبيد ترمون تاخذوا مسياييركم روحكم والطريق طايح ما يبقى لا يمين ولا يسار ها طريق سليم ها على ما تشوفون منظف معدل كلمات ارشادات للعابرين بين طريق خصب ودبا عبر وادي البيح لا يسمح لحمل تأشيرات الزيارة العبور عبر منطقة وادي البيح لا يسمح للوافدين المقيمين في السلطنة بالعبور عبر نقطة المهم شيء ما الشرطة هذا ها سووا عليه كابتشر والعسب يستفيد أكثر عدد من اللوادم شكرا جزيلا توكل على الله حاضر يعلم الغايب أبويا قوة الإرسال 4G الحين نحن 4G قوة الإرسال شوف السحاب وين طلع عليكم جبل ها شو درجة الحرارة؟ وين؟ ما تظهر؟ هذا مثلا عند تحت 17 درجة الحرارة 17 سبحانك هاي المنطقة يسمونها الصحاصح ها وشوفوا اللي بالهالي فوق هالغيمة هذا ابوي المنطقة الحدودية بين الامارات وسلطنة عمان الحبيبة ورا اليبل هذا اللي فوق الغيمة هذا يبل جيس اللي تابع حق امارات راس الخيمة في دولة الامارات العربية المتحدة وهذا الطريق الحين ابوي اللي هنا حين توه هذا تشوفونه هاك الطريق يول متلوي عود السدر هذا ابوي هو اللي يطرونه يول متلوي هذا وعود السدر وانت ساير وانت ساير وانت ساير عندوك يا ابراهيم براد هي والله ترى براد هي الجو في منتهى الروعه براد 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 بليق ياس سبحانك يا رب يا رب هاك منو باني هناك ما شاء الله عليهم يسمون العصم هاي المنطقه اللي تشوفونها جبل خنزور ها هذا عصم جبل خنزور هاي المنطقه كلها وحين نحن الله يحفظك بننزل وين اللي يبلي بنسيله هناك عند شوف البيوت هناك هي الصوب الثاني الطرف الثاني من البيوت اللي هناك يا ربي هاي يوم يقول لك وين بيس مضيع عياله هذا وين بيس مضيع عياله هذا ابوي يوم يقول لك وين بيس مضيع عياله ابراهيم عرفت وين بيس مضيع عياله؟ لا طلعت ريس حشي ابوكم لكن التجربة جميله اكيد شيء حلو شيء حلو جميل وتجربه فنانه ما تديناها ما كنت سويناها ولا كنت خطر على بالي ان اسويها يعني اني اوصل هالمواصل وهالمكان لا والله كذب خيب البركه بالشباب اي والله يزاهم الله خير هذه ابوي كلها يسمونها عصم يبل خنزور وهاي مناطق عده مناطق كثيره وكلها مزارع للحب والعنب والتين لكن عاده وسكانها فيها ترى مش انها مهيوره مأهوله بالسكان والجو بارد جاء بارد بقى في الصيف يقول لك في عز الصيف توصل وين احمى شيء كم توصل؟ هي لي 25 28 في عز الصيف جهنم الطير ما يطير عندنا عندهم ابوي 25 27 اعلى شيء 28 توصل عندهم شوف الله عليكم يا انت يا ريا كم تصور عمرك يا ريال اصور بابراهيم حليله اسكن بابراهيم فقير والله العظيم ها شفت ها عطار الطير لا حماض ليبل وحماض ليبل هذا ابوي حماض ليبل
هذا حماض اليبل، هذا حماض اليبل، هذا حماض اليبل. سبحانك يا رب، سبحان الله سبحان الله. هذا حماض اليبل ابراهيم، بس الا لاجل خاطرك. بيض الله وجهك. وجهك عاد وجهك، عسى ما تكلفت. استر علينا. ابراهيم وين حماض؟ هذه ورقة، حط لي ورقتين ثلاث. انت بتاخذها؟ عجيب. يا بينا حقنا. انت عطني ورقتين. جانب داخل العافية. ورقتين. انزين قص. ابوي انا طالع، انا بصور ولا بقص؟ بس انتين؟ انتين بالعدل. في العافية. هذا ابوي حماض هذا. ابراهيم اجرب وحدك؟ شو سووا فيها؟ ياكلونها؟ بس إيه؟ شوفونها يعني؟ ما ابارك ابراهيم بابراهيم، بحياتك ما طعمت شراته. اي ترى حماض هذا مو سمه. تبار؟ يقول لك سكار روس ليبال. سكار روس قوم سعيد، قوم سعيد هاي اللي تشوفونهم؟ وكل القبائل طالعه. ها سعيد؟ هي نعم. انتوا هاليتكم؟ نحن هني هذا يبل خنزور. انزين والناس اللي من غير؟ الناس القبائل الثانيه كل حد، كل حد بمنطقته، كل حد ولا بمحرم ماله، حرم ماله طال عمره، كل حد وكل قبيله ولها مكان، كل مكانها كل القبائل. سبحانك يا رب. نعم. يسمونهم بدا. هي كل البدو الروس ليبال هذول. هي نعم ها روس ليبال. ها ابوي وين ساكنين؟ حسبت شي اقول لكم، ريالهم عن عشرة، ريالهم عن عشرة. هاي يقول لك محزم البدا حديد، هذا هو اللي بيتحزم يتحزم بالبدال. الناس خير بركه يا غير ابوي، شحوح روحهم ابوي، ما يروم عليهم الا اللي خالجنهم. استغفر الله العظيم. قلت ما شاء الله. تنكر الحكومه وين يجي؟ لين هني. تنكر الحكومه يجي لين هني، لين هالمكان. تنكر الحكومه يجيهم لين هني. شو ما شاء الله، نحن معزومين في هاك البيت؟ عند عيال علي بن زيد الخنزوري. نحن معزومين عند عيال علي بن زيد الخنزوري. الخنزوري، وين بيتهم؟ في جبل الخنزور، هذا بيتهم. هذا اللي تحت. معزومين على قهوة وحالفين عليهم، ما يسيلون دم، حالفين عليهم مليون يمين. الدم يسيل يسيل طال عمرك. لا 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 لا، حالفين عليهم، حالفين عليهم ما يذبحون. ياك عيزنا ملحوم، عيزنا ملحوم، عيزنا قلنا جيج هكم حليهم. يا سلام سلم. يلس هالجلسة الطيبة طال عمرك. اي والله تسلم على العربان. يلس يبوك مكانه يرد الروح، تاخذ منهم العلم والخبر، العلم والخبر، وبيعطوك من الشيء طال عمرك عن المنطقة وعن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحين في ظهرتنا هاي الرحلة غير اللمسية، ما نزل نزلت التغطية عقبها بأربع خمس ساعات. اليوم حار حار بحار. شوفوا المنازل كيف، شوف منازلهم، شوف سكنتهم. يا حافظ عليهم من عرب، حافظ عليهم من عرب، على هالسكن الفنانة. شوف الدادلتش يا الحكومة، وصل ابوي الكهرباء. شوف حافظ على الاستقبال، وحافظ على الناس الطيبين، حافظ عليهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ربي. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يسلمك. حي الله. حالك؟ طيب انت؟ يا مرحبا. كيف حالك؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ مرحبا وسهلا. شكرا الله يحفظك. السلام عليكم. طيب الله يسلمك. محمد السلام عليكم. مرحبا. طيب اول بعمرك. مرحبا محمد. مرحبا. مرحبا. يا مرحبا. شلونك؟ كيف انت؟ قربوا يا حبيبي. قربوا قربوا. يا مرحبا بكم وسهلا. اشهد الله من الشونه ان شاء الله. يلا يلا رقم واحد. ما يحتاج له. نعم. السلام عليكم. مرحبا. تعالب. شك طيب. مرحبا. حالك الله يسلمك. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب. كيف انت؟ والله مرحبا والله سهلة. يا حيكم على هالسكنة المبروكة. الله يبارك في حياتكم. لو انا بيلس حياتي كلها اني ما برد البلاد. البيت بيت. البيت بيت. يا الله يحفظكم. بلاه. رقد مونية. زين شو اسوي؟ افا عليك. كلي جاي يرقد. لا لا بعد ساعتين رقد. رقد ساعتين مرة. شو يا ريال اسم العصر لين الصبح. والرجال يلس صورة.
والتعليقات ما يحتاج. يا حيك الله. تفضل تفضل. ما شاء الله تبارك الرحمن، تباركت في هالمنزل الفنان يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبارك الرحمن. طع سكنتم الله كيف باني سكنتم على شو على على مرتفع. تبارك الرحمن. اوه لا تقول لي علي ولا برمانه ولا ابو حمدون. والله يا ابوك ولي درع الدال هالمكان. هاي بلادهم ابوي وقت الثلج. هذا ابوي وقت الثلج. لا تقولوا ما حد قالكم. ها هذا الميلس اللي تونا دخلناه وهذا بيتهم. ها والتاريخ 4/2/2017. لا تقولوا ما حد قال لكم. هذا ما في الحاضر مدح. ما في الحاضر 4/2/2017. هذا البيت يا ربي. ها بتقول ما ها بتندم لو ما جيت اسميك. ما شاء الله ما شاء الله. هذه بعد وحدها اوضح. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. الله يهنيكم. زيد بن علي بن زيد الخنزوري. ابو علي سلام عليك. حياكم الله وعمرك. الله يحييك ويبجيك. خوفونا قالوا الطريق مخوف ومريع وصعدات ونزلات. الشارع من اجمل ما يكون. الحمد لله الشارع جميل. جميل ولا مستمر في الصيانه. نعم طريناه. نعم على ما شفتنا. نعم نعم ما مقصره. ترى على فكره حط في بالك ولا يوجد بلاد في الدنيا العود اهتمام في الطرق الخارجيه مثل ما سلطنه عمان الله يحفظها ان شاء الله. حكومه وشعبا محافظه والصيانه مستمره دورنا هالطريق اللي مشينا نحن 16 كيلو صح. نعم ما في ولا حصاه في الشارع. صحيح. معنات ان الصيانه هاي ساريه خري مري. نعم ما قصر يا سلطان. الله يحفظك. توصيل خدمه الكهرباء والمياه اللهم لك الحمد. في منطقه بعيده في جبليه. اي نعم. ولك وصل في اي خدمات اللهم لك موجوده حاليا. اللهم لك الحمد. توصيل المياه والطرق حسنات والمياه والكهرباء اللهم لك الحمد. فضل طيب جزاهم الله. ويقولك ما اريد اتصور. عرف انه يتروع من الحرمه. ايه يتروع. ايه انظهر بيشوف انه مزيون وفنان بيغازل انه. ها والحرمة أبوي بتنكم أنا أقمع عورة. ها تحمل على عمرك. أشكرك. إيه والله. منو رجال شو اسمه هذا؟ أحمد بن سيف. أحمد بن سيف. إيش حالك الله يحفظك. الحمد لله. كيف أنت بشار؟ طيبين. الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله مبسطين في هالبلاد الفنانة. زادكم حمر يا أبوكم. لا تمطلش عرطة الزدة بنصير يومين. أحب منكم من هالجو الفنان. قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله. أقول لك هاك الرجال منو؟ بغنيم. بغنيم. وشمة. وشمة. الله يحييك يا أبو محمد. الله يحييك ويبديك. يطول بعمرك. نحن نسميه الشرارة. شرارة ليش؟ لقبه. ليش؟ شرارة. ليش؟ هذا طال عمرك إنسان حي. هي. الحي يحييك. معلوم. هذا يطير نفس الشرارة. شرارة. نفس النار. سوي نار. نعم. نعم. وأنت يعني ما تحاجة. باروت. مرة. باروت. إحنا والله بشوفكم. ثبر هالجماعة هاك الرجال منو؟ هاك الرجال. يا أبو محمد شرفتنا. هذاك منو الرجال؟ سعيد الاسلام مرزوق. والله والنعم. نعم. والنعم. وهذاك اللي من اكل من دس ما يبي. هذا ربيعنا ولدنا. وهذا الفنان. بن خلف. سعيد بن خلف. والله مليون والنعم. مليون والنعم. مليون والنعم الله يحفظكم. انتم كلكم جماعه واحده ها؟ نعم. اهليه. اهليه نعم. الله يبارك فيكم يحفظكم ان شاء الله. يطرح البركه فيكم. وين اي ابراهيم؟ ابراهيم توفيق؟ يا الله يا الله. الصبح يا صور عنده. يا اصور من اصبح لين امسي. زين الحين هذاك الرحماني صحيح هذاك مخلف ولا 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 ها لا كم عمره هاك الطفل ممكن فوق ال 100 وشيء هذا 100 ترى عندهم ابوي معلومه لازم الكل منكم والجميع عرفها الكل منكم والجميع عرفها الطفل يتخلف عندهم هذا النوع هذا النوع المخوصر هذا المخوصر هي يتوارثوه معلومه هاي صحيحه ولا انا غلطان صحيح نعم يتوارثونه اي نعم من اباء من اب والله من اب لاب نعم سبحان الله هذا تراث قديم يعني خلفوا الاباء والاجداد لهم نعم ولكن الزمان هذا تم الاولاد الحين يتركوا هالشيء نعم الحمد لله والله الاكثريه يعني انتوا اشوف ما شاء الله الحمد لله مستمرين شباب ما شاء الله مستمرين نعم الله يحفظهم الحمد لله وشو من الفنون تتأدى فيه شو فر الرواح
نعم حق الرواح والرزيف نعم والندبة هذه نعم. الفنون البدو يعني هي نعم. نعم الله يحفظكم أيوة. إن شاء الله يطرح لكم البركة في الأطبول كم نوع حايل؟ نطبوع كل نوع واحد لا مسميات مسميات هذه بس عادية يعني أي واحد يسمي مسميات طبل اي لما طبل طبل واحد يعني طبل اسمها نعم نعم هو الرحمن يسميه ها حد يسموه يعني طبل كده وهذا طبل كده بنفس المكان يعني الرجال الخاص يعني لبسم اسم يعني كل واحد يسمي طبل على اسمه يعني ها طبل محمد ولا طبل ياسر ولا طبل عادي يعني فلان ولا علا نسبة على الدار اي نعم في الدار في عليه والخشب شو خشب عود سدر سدر اي سدر عود لازم سدر والقرط والقرط قرط وسدر نعم هذا القرف ماله او الشريش والشريش نعم. ثلاث نمو وين اخير نمونه السدر الله نعم السدر هو العود الحمول يعني سبحان الله نعم. سبحان الله سبحان الله اقيامهن غالي ترى على فكره الطبول هاللي تشوفونها اغلاها بعشرات الالاف اقيامهن ما بشيء بسيط ما تهون الطبل انصكيته كأنك صاك يده اي نعم قايلين لكم يعني هذا لا بد منه شيء بسيط طبرك ما شيء مكلف يعني هذا ريوك ريوك بس احنا تعدوا متاخرين احنا اذا عفنا كده تعدوا معنا لكن فكرنا الصباح يعني كده تكون معنا يعني جزاكم الله خير وعماركم طويل الله يطول بعماركم تعشر البلاء يا يا ولد عليك الاكل طول عمرك هذا انتم نحقاليكم لا تذبحون فريد لا حول هاي بنقول هذا ابو فريد هذا مثل مذهبهم مذهب هالامارات الفريد على الريوق وهذا ويبه ريوق تراها كانت ما بويبه غداء هاي فوي وهذا الخبز خبز تنور هذا خبز تنور بر بر بر, بر وهذا خبيصه تنبر وهذا الخبز غيب عبد منقير والحلوه والعرسي والعصيد فضل من الله سبحانه وتعالى إلى الله يطول بعماركم يدفع الشر والبلاء عنكم عن كل من تحبون وتودون سمعتوا ها اللي يقول لك الضليعات يغير مراود صفد هذا يطرون الضلع ضلع الدابشة يلي مرود صفد شرات مرود صفد هذا هو ضليعات ذبايحهم ما تغدي شرات الذباح اللي في البلاد اللي من غير ملح وغبر لا ها شرات مرود الصفد افتهمتوا فهمتوا معنا يوم يقول لك الحمه مراود ضلوعها تحرونها مراود صفد هذه يطرونها شوفوا وللحمه يا تنكب غير نمون الحمه التب يا ربي سبحانك يا رب شحم ريج الحمه ما شيء شراتها الحمه في الدنيا العود يا رب تحفظها من ذا ويحفظك يا ابو محمد كانها رابي في نصها ليبال وترعى من هالخضار وهالعشب ولبن وعشب ايش خليت خلصنا من جهوين وتعيدوا عاد انا غرام الزراعه لكم هربوني زراعتكم اللي داخل شو الزراعه الحين هذه والله ابو محمد انت ادرى نحن نستنى كتب هذه لمبوه ايوه هذه لمبوه ما يبالي كلام هذا ما اعرفه هذا ما بشغلنا هذا طال عمرك شحش احنا نسميه شحشح شحش وهاي فرصاد معروفه وهاي تسدره وهذا السدره هناك التينه والتينه ايوه التينه احنا بنروي العرب التين هالروس اللي يصيحونه ايوه شوف يوم يقول ابو محمد هاي التين شوف ايش قال متعب يا ربي يا الجو لا يفوت شهر 7 ان شاء الله شهر 7 يقول لك شهر 7 تغني لي اي نعم يا سلام سلم حق ابو محمد وحده لا لا ما شيء لا وحده ولا هنتين ما شيء بعد بعد لا تقطع خله الله التين شوف ما شاء الله التين معاد معاد معادل النخل شوف ما شاء الله ايش قال متعظم تبارك الرحمن الطيور ما يجينا موجود يجي الطيور ياكلنا تاخذ نصيبها نحن يا ابوك راس مالي وحده وينقب ثلثينها والثلث الثالث ما الحق عليه تبر صدقه كم با صدقه نص ثلثين استغفر الله العظيم سبحانك يا رب شوف التينه علم الخلا طاحت وراك قدام محمد هي لا قبه هاي ما زين هالعيش يا ابوك ما زين هالمهب جو ياخذ العقل وين الزرب ابو محمد اذا بصوره وين الزرب تعمل Grazie.
يا سلام يا سلام يا سلام. هي شيء خير على الحلال، شيء خير على الحلال. اسم الحلال انت يا ابو واحد حليل حليل. هذا ابو محمد شوف ها تو طايح. لا اخذوا يا ربي. ها ما تبون تبشم يا غدي بخير وسهاله. هالبال وهالخضرة حليل. منو حد داق لكم تليفون عن ابراهيم؟ منو داق لك تليفون عن ابراهيم؟ حد داق لك عن ابراهيم خبرينك؟ منو؟ علي النحر زميله في الدراسه. هي وخبرني بيجيك ابراهيم جبل خنزور. هي لو انا مك بقول بعقه من فوق ليبل. يا رجل انت عدو هذا ابراهيم ولا متلاقين وياه مساعة. هي حليله زميله في الدراسه. هذا شفته؟ هذا هذا مدير الجامع له شو؟ نعم مدير الجامع له شو؟ هي تقريبا من عباقرة القانون. رجل قانون. يلا ها ما شاء الله. هي يلا في الدرب. ياك ما زين هالمكان ما زينه. لا تقول لي ابوي لا علي ولا حب وحمدون. وين الرمان؟ هذا الرمان. هذا يا ابو محمد عندي الهمبه. هي والله ما شاء الله غالي كان هيك جت عيوز بيضه بيضه. ليش؟ ما ادري والله. والله ما 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 بيسوي ما بيسوي عندكم. يسوي هو يسوي ويحت. ليش؟ يبى الحراره. هذه يحت. انتم درجه الحراره كم تسوي عندكم؟ 27 25 31 30 ما انت ما شي فايده. ما شي فايده. لا خلاص الهمبه حينه لازم يكون خلاص قد كبر. بشوف ما يبى اشوف ديتك. ما يبى اشوف يسدك سمع عندك انك انت حاط القوره همبه. بس بس الحمد لله سمعه. يلا بسمعوا لو من نقط وشكل. ها هي صيت. شو اسمك انت ابوي؟ راشد. ليه زعلان؟ اي والله غيرنا مو شكلك ده. هي ليش معصب؟ ليش معصب ابو سنين؟ اللي عندها الابتسام الفنانة. اه صح. يفتن هالفتنة. شو يستغل؟ ليش يزرعونه؟ هذا من اقوى الاخشاب عندنا طبعا في مناطق روس الجبال. اه كشيرة يعني. كجدع. كجدع. ما تنبت الا هني. سبحان الله. يا سلام. هذا الحين عبارة ترى هذا ما ببيت. هذه عزبة. عزبة ابو محمد. عزبة. هذه ابوي سكنت عزبة عبارة. بيوتهم الاولين السنين الدهر اللي خطف ساكنينهم. لكن عقب ابوي يوم استوى التمدن تحولوا لبيوت. وازمت هاي البقعة عزب. صحيح يا ابو محمد. اي نعم. ازمت عزب. ما لهم بد ابوي من حلالهم مكانهم. من مكانهم سكنتهم هالسكنة الفنانة. ها شو منا خلبو علي؟ هذا خنيزي. هاي خنيزية. نعم. وهاي هيك. هذه كوش ابو علي. خنيزي طال عمرك من غال. من غال. اي وهذه. وهذه طال عمرك. قش النور. لا لا مو قش النور. اعتقد هذا. هلالي هلالي. هلالية. هلالية. سبحان الله. موجود الهلالي كيف يقيض الهلالي ابوي؟ يقيض ابوي في اخر في الشتاء. اخر مرة. وتاكلونه من تكلت انت من هلالي من روس ليبال؟ هذه مرة تقريبا شهر يمكن تقريبا 11 اخر 11. هي. شو اسمها البقعة اللي نحن فيها؟ والله طال عمرك جبل خنزوري منطقة الرمت. الرمت. الرمت نعم. هي. والله طال عمرك سابقا كانت المساكن كانت هناك طال عمرك. فين؟ خلف الوعوب شوف الوعوب هاي؟ هي. بالخلف. من خلفهن. هي نعم. هناك السكنة. هناك السكنة. ايوه. هذاك صوب. ما في ليبال هاي شلمتنا. نعم. وخلاف تحولوا هني. وبعدين طال عمرك مع الايام ارتفعوا لفوق شوي. ليش؟ شو معناه يعني؟ يعني جددوا طال عمرك منازل جداد ومنازل مثل المواضيع تطورت يعني العرب. يوم اقول لك والله تطورت العزبه. تطورت هاي يعني تطورت العزبه. مقوله تطورت العزبه يعني اشتلوا ابوي من سافل لين عادي. تحول هي ما عزبه يعني سكنيه. هي سكنه. هي هي وش بقى الرعد يا ابو محمد؟ اي ما شاء الله مرعد جاينهم. وهذا طال عمرك قمه جبل الحريم. هاي حيبة الحريم. هاي أعلى قمة. أعلى قمة. نتوكل. يا المرعد. مرة. يلا أبو إبراهيم. بتمطر هنا. يلا مرعد. بتشوف القفل أبو محمد. يلا. القفل.
يا جماعة الخير ترى سامحونا نحن لازم نتحرك. مسموح. إيه شوفوا مثل ما تشوفون ها. لا طالبك أنت تبيت أبو محمد. لا بعد. إبراهيم الله يحفظه عليه دوام إبراهيم. إبراهيم ما عليك منه. ما علي منه؟ إبراهيم عليه دوام. هي ها إبراهيم. تعال يا ويانا في العرب. أبو محمد. يلا. عين أبوه. من الصراط يا أبوه. يلا كان حد هين. وين ودنا الحين انت؟ هذا الله يعمك القفل. القفل الاصلي ولا شو؟ ولا ولا عمرك لك التصميم جديد. تصميم جديد لكن على تكاليف القفل الاولي. نفس الفكره. نفس الفكره طال عمرك. نحن صورنا قبل شوي القفل الاصلي. وهذا المفتاح السري. هي. لكن بالحدث. بعد. بعد قعدة. لا خلاص. بكنز داخل. تفضل ابو محمد. هذا ابوي القفل. هذا القفل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاول ابوي عندهم هي يدسون فيه عن البرد. هذا عن البرد. هذا ابوي هو القفل. الاول في السنين الاولية صورنا لكم الجديد. هذا الحديث. عندنا من القليل طال عمرك هنا في المناطق المسلمة. صورنا صورنا. صورت بالسل. هي هي في السل. سبحان الله شوفوا ها هذا الحين فوق هذا مستوى الأرض مترين هي والله ودا في هذا يكون في الـ في الـ في الـ محمد إذا خليه افتح افتح الباب افتح من برا أبو علي هي شو قال هي سكر سكر الباب لا تسكروا علينا بعد الحين سكر هي افتح الباب الحين افتح والله العظيم مخ مخ هذا نفس التصميم القديم يعني سبحان الله لكن القديم من الخشب وهذا الحين من الحديد سبحانك هذا الفرق والله مكان وايد فنان ودافع على الفكرة دافع انت هني تبات تبات روحك لو حد وياك بعد العلم عند الله عادة ما يندرى هذه رحاهم هذا الرحى طال عمرك تحط الحب الحب هنا تاخذ ويطلع طال عمرك هنا وبعدين هذا المخرج تاخذ سبحان الطحين وهذا الهيس هذا يوم الهيس في البعض ايوه وبعدين تبذرون الحب هذا يربط حبل طال عمرك هنا وتسوي له نفس القرص يكون حمار ولا لا بغل ولا شيء احنا بروح ولا عوادم شباب هي انت ما شاء الله عليك بروح من قوه العفاريت فيك بارك الله فيك وجودك ابو محمد نعم يلا روح مطر مطر يا عشان الترب ما عليك ما عليك يا امان يلا يلا ما عليك الدنيا امان طيب ما بتموت قبل يومك صدقت ابو علي اكرمك الله اكرمكم الله طال عمرك ومشكورين شكرا على حسن الاستضافه وحسن الاستقبال الله يطول بعمرك ويحفظك ويطرح البركه في ذريتك وذريه ذريتك ان شاء الله والحمد لله نرحب فيك ابو محمد ونرحب طال عمرك كثير ما قصرتوا مشكورين على فكره ترى ابتدى المطر يا المطر يا المطر المطر مطر يلا ابو يلا يلا الله يحييك يا سيور سيورتي يا ابو محمد انا اتكلم مره سيور تنزل وخاف وديان تنزل نحن ابوي ابونا ناوي نبطي عندهم نشوف بقعهم هني وايد البقع لكن على ما تشوفون ابتدى المطر ابتدى المطر ابتدى المطر الحق ما تلحق شرد نص المريله نعم شرد نص المريله مسموحين من الفرش للعرش سامحونا سامحونا من القصور ان شاء الله يلا كرمكم الله مع السلامه مع السلامه مع السلامه يعطيكم في ذات الرحمن يا ربي عن اللحم والشحم لا بد ولا عذر يسعي تعرف يا ابو محمد في ذمتي يا ذمة أول مرة في حياتي آكل فريد لذيذ هي هي ما يبغى كلام خلاص إني أنا ما أحب الفريد ترى سبحان الله كان تبغى سبحان الله شوف الشير هاي شوف الشير هاي بنص بنص الليبل توكل على الله بنص الليبل سبحانك يا رب شوف الولد طريق وعد يلا تحفظ له ها؟ اذا والله احنا نسكر الشارع هذا والله اذا حين صب المطر ايه ما في توقيفه
والله اي والله سكر كيف سكر الشارع وديان تخاف في الوديان اذا مطر قوي ايوه ان شاء الله ما يجيهم مطر قوي لين نوصل دخيل الله تحت عقب راي يجيهم المطر يا ربي الدنيا سقال مظلمه يا الله يا رب انك تحافظ على التخيل الحافظي قاعدين عاد باكر اللحن بتي زره ها نقدم حاليا نحن هذه نحن عندنا شوف لي شوف الغيم شوف الغيم تحت لي بال لا اله الا الله منظر رهيب منظر نحن شفتوا الخط هذاك هاكل اللي نحن بلد بطل هذاك شوف جبل جيس جبل جيس الجهة الثانية اللي فوق الحين الغيوم هاك حدود الامارات حدود راس الخيمة سبحان الله سبحانك منظر جميل ابراهيم ابويا شو اسمعك صاخ هذا شوف الجبل كله حرونا ليل ترى ترى الحين ابوي الجو الظهر نحن الظهر القايله هذا الظلمه اللي تشوفونها ظلمه قايله وبادي السيل وبادي السيل وبادي السيل وبادي السيل يا الله يا رب لا تزيده يا الله يا رب انك ترحم عبيده ولا تزيده لين نوصل الارض دخيلك يا رب العالمين دخيلك ابراهيم عنده دوام ابراهيم توفيق عنده دوام بين كل كبدي ويا الله يا الله مرخصينه يا الله يا الله يا رب لا تزيده لا تزيده وارحم عبيده دخيل الله لابوي لين لين نوصل الارض ما ادري الدنيا سيوله ترى احنا ما نعرف كيف الوضع يبقى بغيت اسجلكم رمسته يوم اشتغلت التسفيره ان شاء الله يا المطار مطار 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 ابتدى الوادي ابتدت الوديان تنزل ان شاء الله تبارك الرحمن يا الله يا رب ترحم عبيد ولا تزيده ترحم عبيد ولا تزيده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي تليفون صغير ما شاء الله الدنيا وينك وينك وينكم تسفيره السيول سديده هنا فوق صحاصع الجبال السيول ما يحتاج والله هنا بالصحاصة احنا في السي الحين اها نازلين السي بالصحاصة حسنا تنسوا لا تنسوا التليفون مال خالدي يبقى التليفون وديان وديان تمشي ها 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 شوف الوديان كيف شوف الوديان شوف الوديان نفس الجامعة شوف الوديان شوف الوديان شوف الوديان ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ايوه ايوه ابو ابراهيم صد يسار صد يسار ابو ابراهيم نفس الجامعة انت غليظ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نزل جامع يا الله منك يا ربي ان شاء الله ما علينا باس
اقول لك ما تقدر تصير ابويا خطير 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 والله خطير هذا روح يا ابوي روح سند يا ربي شوف الحال ها علقنا في نص الوادي والسيارة بلا طعتي لا فوق ولا تحت لا قدام ولا ورا اي ورا قدام السيارة واقفة متعلقة ما حد يروم ينزل يا ابوكم ابوي السيارة هناك علقت ها علقت ذاك وين علقت ابوي في نص الوادي ابوي دريول وسعيد تمه ابوي نحن ابوي شردنا منو يروم خطفنا ابوي ركبنا ابوي قبضنا الحصان الكنكري ها السيارة هناك وين علقت من الحين ها خذنا ابوي هالمكان كله ها يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا الله تحفظنا والله بتفيد كل حد ما ليش احنا في مأساة وروع وديان وشردنا من السيارة وضلنا في حطنا بعمارنا كنت تسوقها وتناقب اي ما وين المأساة والله ساشوف معاني وتخطيت هذا الوادي طلع شروط هلا ابويا زين صل صل ابوي صل يا ربي طع سيارتنا وين علقت ها شوف الشلالات شوف الوديان شوف الوديان يا عزي لحالنا ها ما علينا شر ما علينا ها هذا ابو بتموت شهيد الحمد لله شهيد شهيد يحيي رب العالمين بيمسح عليه كل شيء هي والله ما تبع العرس خلاص شهيد بتاخذ واحد من حوريات الجنة أبرك لك عن أمهات القطاقط يا ربي يا ربي يا هي وديان تبارك الرحمن تعال ما صور كبري تعرني هنا غير ها كبري ارطخ ابراهيم شو تبى في الحصير؟ حصير برتاد حصير بيتم فوقنا الحين بسم الله الرحمن ابراهيم الحين الحصير والسيارة بيتمون فوق وصلها على الطرف هاي ايوه ايوه بعد شوي في الشارع كله متفنن لين تحت لا اله الا الله بمبات ابوي هذا البيت الغاوي شو تسوي قاعد طياره بديت خالدي ومدير اعماله قال شو شعورك اليوم انت هنا شعور يا ابوك غير نمونه ابراهيم تعال عنده دوام بكره فينزل من هون اربع ايام بمبات هنا لا حسبه أنا أبوي الريال جينا فقير روحه ظاهر كشتوية فريجة وسيارة تبعد فوق ونحن سيارتنا هناك شوف أقولكم أمور 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 مسكين عبد الرحيم يحاتي السيارة ما يحاتي أمره حليلة إي والله زعوا أبوي عيال عمهم
ايه ولا نحن ابوي ودرناهم راح ما حد الا والله من هد داير بينهم بدنا نرفع العربيه قال ليش يا اختي؟ برد والله بموت البرد ليش؟ وليش حافي؟ عشان اعد الواقي اللي كنت اقول لك بالنعام الله ما يسلمني لو بالنعام بتخرب شوف الله عليكم شوفوا هناك شوف الوديان شوف الوديان شوف الشلالات لا تقولي هاك تياقرا ما تنتاقرا ما يسمون هنا هايلاك اللي ما ادري وين ها شوفوا وديان عمان تبارك الرحمن ما شاء الله خلاص اهلين اهلين لا لا ما علينا باس هي لا لا تجارب تجربة جميلة ما شاء الله لكن تجارب تجارب حلوة تجربة حلوة يا غافلي هل مؤمن انا هل فقير هل فقير هل يتيم ها تجارب كيف انتم سكرتين الدرب هي والله لا نحن لا هي بعض طلعت ولا نحن نقول شوف الله عليك ما شيء درب غير هذا؟ ما شيء درب غيره؟ ها؟ صوب ده لكن بعيد من قبل المكان هذا؟ ايه يا حي هم والله هاي هنا بعد الحمد لله ما نقدر نقول وين؟ هنا حتى بعد الحمد ايه والله والله هي ام ابوي تم هناك تم هناك وين السياير ما طاعي وانا وابراهيم الخبير منهل غامرنا ابوي بننزل هذا الطريق ها ونحن ننزل 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 بننزل ها واحنا سايرين 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 برخص قرب الوادي هذاك ها ننزل يا هاي الخضرة اللي قبل شوي ها خذت كلها ابوي برشة برشة مأمة ها ونحن جايين شو اسمها البقعة هاي؟ الصي هاي الصي اللي من ساعة تشوفونها خضرة كانت حلات الشلال هذاك ابو محمد شوف 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 الشلال شوف الشلال تبارك الرحمن ما شاء الله دومنا عليه ها 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله هي مغامرة سبحانك يا رب وانا اليوم يا شهاب ما طلعت بيت روح هاي زريت الليلة سعيد نحن وين الحين؟ هاي ابو محمد نحن نازلين من الصحاب وموقعنا الان حد عيشة نعم نازلين منطقة السي نزيد هي نعم شوفوا الشلال ما شاء الله جتنا امطار غزيرة وعلقنا ابوي السيايير ها شوف وين رقع سيايرنا ونحن ابوي الحين بننزل مشاي بنخف ابوي تحت الشلال هذاك وبننسي ابوي وين الوادي وحده وهنتين وحده وهنتين وحده وهنتين بنسير ابوي الفريج هناك قرب قرب المسايد بنطالع لنا مسيد ابوي بنا يسعد ذلك لين يخلصون الجماعه ولا اي شيء يغير في الوضع شيء هاي شو اسمها البقعه؟ السي هاي السي كم تدفع في الارض؟ تقريبا 1200 متر 1200 متر الحين نحن نحن في محافظه مسندل ولايه خصر ولايه خصر هاي منطقه السي هذا شو اليوم التاريخ؟ ابراهيم وين؟ ما طاع ابوي ينزل تنفوه ها قرب الله تعدوه والله العين الصاحية كوية الشرب يديه شل شافني شلال ها شوف وين قرب الله تعدوك يا ابراهيم ها نحن ابوي قبلنا ها نمشي هالدرب من الصبح ما شي خير عن هالدرب تين قدرة قادر لمح البصر ها شوف الله عليك شوف الوديان شوف الوديان لا إله إلا الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب اللهم لك الحمد شوف الله عليك شوف الأمر مكثرة اللهم لك والله ليتكم لا تروحون لين أروحه ريحة خنين سبحانك يا رب سبحانك يا رب ليلك يا إبراهيم ما طاعي كان الروح عزيزة ما فيها غامر في ريحة ماشي شراب الدنيا الله يحفظكم حاليا في منطقة السي
الشارع اللي تشوفونه مصيبة، ترى مصورينه ونحن سايرين ما شيء شراته، والله يا شارع رقم واحد. شوفوا شو قده، لا إله إلا الله. أنا مستعير، إحنا في الوادي هنمون يشل الحصى، يشل الكنكري، صلابيخ، كل حصى كبر السيارة. السيايير اللي عالجة تحت بيستوي وضعها، شو بيستوي طالع، ها أي سيايير تمشي عليه هذا، يباله أبوي رصف وقش من يده يديد. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. يفلق الحصى هذا المطر والوديان. لا إله إلا الله. آمن إبراهيم توري لازم فوق، وعلي عنك إبراهيم ما عليك بأس. ما هنا قرب الشلال هناك إبراهيم، زي شو أسوي ما طاع، خفت أبوي يزيدكم. هذا ترى كان شارع قبل شوي، هذا اللي تشوفونه كان شارع، ها ماشي هالنمور، ها كلنا نحن سايرين، هاي الحفاير وهاي الدنيا اللي استوت، ها كلها الحين بقدرة قادر تين الشارع ابدا تحرى ياينا بويه شيء، هاي رمادات العباد، والله جلب الدنيا فوق تحت. لا اله الا الله، انا ورا ما حاتي الا ابراهيم. تد المطر، نحن أبوي الحين في هذا المطر، لقى هالحين غير، يجينك أبوي، يجينك بأن أجلس عدالك أبوي، من قلة لاحينه، يا ربي المطر، ها، سامحنا عادي، يا نحن يا أنت، إجلس نحن ما عندنا مشكلة، في ناس المكان أبوي، الله الله في عمرك، في عمرك ها، إجلس تعال عدالنا، تعال مالك مكان إلا نحن، مالك إلا نحن وأنت، إجلس تعال عدالنا، تعال، تعال محب يقول لك شيء. تعال ابو ابراهيم تعال يا ربي ها كم موقعه انا اخذت موقعه والله ما حد قال لي يصير عني ها ابوي تعال وين ساير خيبه طلع الموي كم يدفع يا ربي تعال انزين تعال ما حب يقول لك شيء فضل عنك روحك حمار نحن نمشي اشتد المطر شو بنسوي لقطنا ابوي البيت تعيدون اللي قبل شوي صورنا بالحمار عدال الحمار المدري ترى ابوي شيء شرات المقبض شيء تسحبه وتدخل فتح الباب الحمد لله دخلنا ما يدرى انه بيته عاده هذا ما يدرى انه بيته ونحن الحين ياسين ابو فيها الليوان الوديان تطبل من المطر صبيب والشوارع كلها ابوي مسكره هذاك الطريق الفنان الغاوي المساع اللي كان يغني يا ليل بقدرة قادر قداء كعصف مأكول ها شوف الوديان شوف الشلالات لو شلال واحد حينه ثلاثة أربع شلالات حينه اشتد المطر لا إله إلا الله ما ندري انه بيته هذا لا في كهرباء حالة لله لكن زين يا أبوكم قطلانا بيت نيز تحت ليوانه بنت لحبها الطرباب نفاد اقول لك الدل نحن وين؟ وين الدل؟ نحن وين تبدلنا؟ بيت نحن في بيت قدام حمار، بيت قدام حمار. نحن في بيت قدام حمار وقدام وادي. يا ابوي الصوت يقطع وما شيء شرش تلاحقوا مطر جاي يا مطر يا ما فيكم تنزلوا اليوم بوقف لكم كل شيء ما شيء مشكلة دخيل الله نبلو الحاف متقرفطين
طال عماركم ترى يا ابوي الله الله فينا ابراهيم توفيق سم هناك ابوي قمه الجبل ها ترى انا انت تعرف المكان اللي نحن فيه؟ ايه عارف وين تعرف كل بيوت حصى يعني كيف بتعرف؟ يتشابهن يتشابهن البيوت ما ادري نحن على اليسار مشاهد اليبل وقدام البيت حمار يلا الله يحفظك عندي دق هرن سياره لونها ازرق وين بنشوف نحن ابوي داخل دار ما حد بيشوفنا لازم نظهر خاري وخاري مطر نحن ابوي يقول البيت اللي قدام حمار اداره قصيره قدام تانكي ابيض هي والله خذنا مكان بعد فقير الاول هو جاسم الدري عند الباب شرج ما شي يا رجال عندنا مره تلايه شرج يلا زين برايك يلا نمشي حلو في نص الوادي يا يعني ابوي هالريال المبروك يا يعني هالريال المبروك بيودينا بيت منو؟ محمد سعيد بيت محمد سعيد طالع الامطار لي ابوي يا يعني الانقاذ ابراهيم ابوي مفتاح تم هناك ابراهيم مفتاح ابراهيم توفيق تم هناك طالع الشبش لي وين غامرنا الماء يا ربي شوف الله عليك انا الجماعه سر تجي الحين قالوا لنا ابوي تعالوا تحت بتي سياره هبتي سياره سوونها هي هليكوبتر تشلكم قلنا عاد الحين انرام ما يندبون هليكوبتر بنشتل الاربه والحين ابوي رادين مكس مره ثانيه وين على مثل اثرنا وين تعطلنا السيايير لاقطين بيت منو هناك نسيته الرجال سايرين بيت الحين بيت محمد سلطان ما ادري منو عاد من هناك شوارع ابوي ما تتشاهد عتينة الشوارع عتين عيان لا اله الا الله اقول لكم نحن الحين سايرين رادين حق الربع رادين لهم قالوا لنا ابوي ودروا المكان اللي انتم فيه بيت هالرياي اللي الجماعه اللي قالوا لنا تو خطفوا ابنا بالوادي هذا ودونا بيت ما ادري منو هناك الرجال دقوا لنا تليفون ما هو حالنا نيلس الا يتنا الفوايل لا اله الا الله كان في خاطري اصور لكم سرعه الكرم اللي عندهم لمح البصر دقوا حق العمال حطوا عن ابو عمالهم حتى العمال حاطين الفوايل موجوده سبحانك يا رب اعتقد ان كانوا موجودين في البيت هم ظهروا لو تشوف كانوا موجودين وردوا خصب كانوا موجودين في البيت وشاروا خصب حتى دقيقتين ما وحنا نيل لا يربعون بالفوايد المراد الحين رادين حق ربعتنا نحن هناك متجمعين يقولون يمكن ان يحاولون يندبون هليكوبتر شلنا نحن كلنا عاد ابراهيم توفيق لا حد يسالني عنه لان ما عندي خبر ولا علم عنه يا ربي ها بحار 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 كنا في اللي تو البيت اللي قلت لكم اونا بيت محمد سعيد القيطف ورمسني بالتليفون يقول يعرفني ما ادري وين الله اعلم المراد نحن حين في شو اسمها البقعة هاي السي نحن في السي الحين وسايرين عالي هناك برد مرة ثانية وين ما كنا هاب البيت اللي قدام بيت باب حمار لا عقبة شي بيت ثاني متجمعون نزلوا قوم إبراهيم توفيق مشاي هم والرب ودروا السيايير ونزلوا وحين بيقولون بي حد يسلنا البيت اللي كان قدام باب حمار وحين الباب موجود والبيت موجود الحمار محل ما يندرى وين صار لا اي والله قصيد الحمار ما يندرى وين صار زين الحين نحن اظني بسير سيده على الشارع وسيده سيده هناك قالوا ميلس الله اعلم بعد وين موجود أيوة. كل نفر واحد حلو أيوة. حلو لا نمبر 1 كله حلو أيوة. يلا خليك داخل يلا زين تعال انت تبى تجلس ويانا؟ لا بس الا هذا انا بشوفه هذا مو هاي هذا الحمد لله لا ان شاء الله ما في السلام عليكم يلا ابراهيم تعبان
وين ابراهيم؟ موجود طال عمرك موجود. ابراهيم السلام عليكم. وين ابراهيم؟ موجود موجود. نحن متروعين على ابراهيم. ها؟ وين ما بكفو. السلام عليكم. وين ابراهيم؟ صرنا ابوي فتحوا لنا مليون بيت وحطوا لنا الفوايل والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها شو لك؟ معاك محل في الوادي. وانت؟ ما عندي معاك احنا نزلنا نشتري معاك من داخل. لا اله الا الله. شو هالحالة؟ هذا صار هذا ساخن يا زين ابو محمد. الله اكبر. والثاني ساخن يا زين. انزين. لا لا اله الا الله. لكم حييت انا بيت الجماعه زين الحين الجماعه ياسين ياسين كم سيارة يا ابوها سيارتين ثلاث لا وحياسين حبيت ما يندرى على بيت النوم الحين هاي الرمسه كلها تشفير كلها هاي اتفاقات وما ادري كم ما شاء الله شلوا السياره هاي يجي وحده منهن شل على بيديهم هي يوم صدر وصلنا لقصبنا مطير حتى المشكله ما في مركب ما شاء الله هاي ها الرمسة كلها تشفير منو يقدر بيت المستخدم هاي وين وين تروح تعرف كل ما ويا ويا مرحبا بك ابو اشكرك اشكرك وخالدي نعم شو امورك يا اخوي الامور طيبه شو يا ما شاء الله من وصلت هنا جبت الاجواء الامطار والطهفات والهويات تكسرت الشوارع واختربت الدنيا ما خلى شيء من حدا والله حسن حظ عشان اشوفك نعم سمعنا انك انت هنا موجود انت انا قلنا ان شاء الله نشوفه ما يخلف ان شاء الله ودي بخت عين حتى يرسلوا 10 ايام انا حاتي هل مو من الفقير يا ابو كلي عليه دوام هذا عليه دوام ابو شو هذا اللي في ذبانك هذا هذا الطين مال واجد طحت طحته صدق والله براي اي طح طحت بسم الله تعودت شيء تعود بسم الله عليك اقولكم العجبه هذا تعال شو اسمك انت تعال هنا عداني اجاز ها اجاز اجاز كم سنه انت داخل هالبلاد؟ ست سنه ما يروح بلاد؟ لا ليش؟ زين بلاد هني؟ من دي بات زين بلاد وين اكبر قهوه؟ بلاد مضري؟ هني هناك ايه حاضرين الله كريم الله كريم الله كريم اليوم القهوه والشاهي والرمسه سبق لنا وين وين ما شاء الله هالبيت الحين لفنا هالبيت اللي لفنا الحين هالبيت لو ما الله كتب لنا هالبيت لك هالجماعه بعد قبل شوي هاك الرجال اللي طرش عياله فشلنا في هاك الكروزر المطار 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 ما حولنا سيره اليوم حتى مال الجو الهليكوبتر قال ابوي ما رم ما حد ابوي يرميكم تم ابوي مكانكم لين الله رايه ان الروم نظهر من هالبلاد ابوي البلاد هم ما تروح تظهر منها حين ابوي تم فوق جميم هليبال حين نحن عن الارض ما ادري 1650 كيلو متر متر كيلو ما ادري بعد يسمونه المهم فوق قمه اليبال نحن الحين نحن ابوي اخر الدنيا ولا حولنا يي يمكن ان نبات 90% نبى نبات وباشر عاد العلم عند الله رحنا على حماره ولا سياره وامورنا طيبه وبخير وسهاله ابراهيم توفيق ابراهيم توفيق قطعه نعاله نعال وحده شالها الوادي وتام الطبج الثاني وياي ابنها ما ادري ليش وديان وديان تيري تيري الوديان ما شاء الله تبارك الرحمن توقعين بكرة المطر يعني الحلب القوية ترى اليوم جدمت طيب السحاب عادي يترضف حفركم هالريال من هال دبة ها دبة دب من هالدبة وفرقة الدبة الحربية بعد ما شاء الله يعني رأي شلات لو شاعر شلل لو شاعر والله ها شو بتقول شوي لا لا بسم الله عليك لا لا نبى نسمع تسمعنا شيء فنان هذا والله مشكلة أنا كله غرام وغزل دي باحة شيء خير على الغرام الغزل زين
يقول طول بعمرك، يقول انتين بمعنى على اجواء خصب وقريب من الخصب. هالشلا اول ما قلتها قلت الخصب مزيد. يقول انتين في الدارس البني غزلان ويتالن ولايف، يا ليتهن بيجا ورني وانا على اليومين رايف. لايف يقول يا ليتهن بيجا ورني وانا على اليومين لايف، صادفتهن وصوبني من تحت شيلات رهايف. الله الله. صادفتهن وصوبني من تحت شيلات رهايف، ذيك النواظر مرحمني قصم. يقول ذيك النواظر مرحمني قصم فوادي بالنصايف، من بينهن ريم فتني غض الصبا والعود هايف، غض الصبا وصغير سني والهود في صدره وقايف. يا سلام. بسمه من الله يحفظك ابراهيم. في ذمتك كيف رمتوا تنزلوا من فوق بالسيايير؟ يوم نحن لو يساعدوا الشباب. نعم. صار الله الخير. شلوا الحصار وسدوا الثغرات اللي الوادي مسودها. خيبة ثغرات هك. كل ثغرة طول الريال مرة مرتين. وصلها ومشى. انت شليت وهم حصان؟ انا وين ابو خلاص متجمع متريال راح نضرب العالمين بس ينزلون بالسلامه يوصلوا بالسلامه. والله قاعد برد. والله عليك تمشي وتطيح؟ اول مره في حياتي. يا الله يا الله. وكان خطر. يا وفوق قمة الجبال. يا رب. وديان وامطار وبرد ومطر. يا ربي. قرروا الجماعة ان ابوي ما شي فايدة الجلسة. قالوا ان الجلسة حين كل ما يال بيزيد المطر او باكر ابوي بيصبح الصبح مطر قوي زيادة على اللزوم. قال يلا توكل على الله. الحين بيمشون وحده وهنتين وحده وهنتين لين نص خصب. شو بنسوي؟ بعد ولا نبات بي ثلاثة أيام المطر قوي، أول مرة يجيه مطر في خلال 10 سنين لهالكثر. ها إبراهيم شيء طريج له ما شيء؟ شيء طريج له ما شيء؟ ها خيون أبوي اتصالات فيها. مطر صبيب في النهار يا ابوك ما ينشاف الطريق، ما بالك في الليل. كلها مشاورات الحين. يلا بيلا ابي نيلس بعد الفريق. اسمع اسمع المرعب. يا الله ابو احمد بتريه والخليل. يا الله بتريه هو تحت. هاي اسمها خليه عندهم. الخليه يعني او اني جاي عيوب تمطر وتصير. ابو بوت خليه حيه. خليه كل تشفير. قررنا نحن قررنا نبوي ما نحترج المطار. ابوي صبيب والطريق ابوي الشوارع متقطعه ما حولنا رده. الله العالم. يوم يومين الساعه ساعه لكن الليل ما حولنا ظهره. في النهار ما تروم تسير، ما بالك في الليل.